مساء الخير واهلا بيكم وحلقه جديده وهنا العاصمه. النهارده عندنا فقرتين، الفقره الاخيره مع الدكتور عمرو الشبكي احد الاعضاء البارزين للجنه الخمسين. هنسمع منه عن الدستور، ايه الجيد في هذا الدستور وايه اللي كان ربما كان ممكن يكون احسن. زي ما قلت لكم مفيش دستور وثيقه عظيمه هي الاعظم، ده مش وثيقه سماويه مقدسه، ده وثيقه صنعها بشر. اكيد في ناس عجبها حاجات واكيد في ناس ما عجبهاش حاجات، كلنا في مواد شايفين انها مواد جيده وكلنا شايفين ان هناك مواد يعني كان من الممكن ان تكون افضل لو كنا في وقت احسن، مفيش استقطاب، مفيش ضغوط، عندنا وقت اطول للمناقشات، لكن هذا ما لدينا. وهنسمع من الدكتور عمرو الشبكي تفاصيل ما حدث ورؤيته لهذا الدستور. قبل دكتور عمرو الحقيقه يكون معانا فريق خاص جدا، هذا الفريق هو فريق الأولمبياد الخاص، والأولمبياد الخاص هنا هي أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة ذهنيا. بنقدم فقرة مع ناس عمرنا ما استضفناهم قبل كده، لكن شريحة واسعة جدا من المجتمع، حوالي ملايين من المصريين لديهم مشاكل أو لديهم احتياجات خاصة ذهنية المجتمع المصري مش ملتفت إليهم. والحقيقة إن إحنا عايزين نفتح، كل ما الدنيا بتهدى شوية كل ما بنقدر إن إحنا نغير الموضوعات، نفتح على فئات وشرائح من المجتمع احنا مهملينها وبنركز بس على افكار النخبة، بنركز بس على قضايا السياسة وقضايا الحريات، لكن في قضايا عيش اساسي، في قضايا حرية اساسية، مطالب للحياة اساسية. هذه شريحة مهم ان احنا نفكر في متطلباتها، وان الدولة مش بس تضع احتياجاتهم داخل الدستور ولكن تفي باحتياجاتهم على الارض. دول شباب ابطال رغم المشاكل الذهنية ورغم الإعاقات الذهنية، إلا أنهم استطاعوا أن يحققوا انتصارات في مسابقات دولية، وعندهم أولمبياد خاصة هم ذاهبين إليها. هنستضيفهم النهاردة، نستضيف المسؤولين عنهم ونسمع منهم مطالبهم إيه، ونسمع ونشوف الشباب دول. أرجوكم خليكم معنا نفهم بيفكروا إزاي، بيحسوا إزاي، إيه أحلامهم، إيه طموحاتهم. دول ناس زينا بالظبط، لو ربنا خد منهم حاجة فأكيد اداهم حاجة تانية مش عندنا إحنا أنفسنا. يعني أرجو إن إحنا كل الحلقات تتيح لنا فرصة إن إحنا نناقش قضايا المجتمع الحقيقي، الناس الحقيقيين، الناس اللي في الشارع، الناس اللي في الصعيد، الناس اللي في الريف، الناس اللي عندها احتياجات خاصة عقلية واحتياجات خاصة أيضا عضلية، ومش يعني أصحاء بكامل الصحة لكن ربنا بيديهم حاجة تانية أكيد بيميزهم بيها. هنسندهم وبنطلب مساندتكم وبنطلب مساعدتكم وبنطلب دعمكم أيضا لهؤلاء الأبطال. خلونا نذهب إلى سريعا إلى الأخبار النهاردة. والنهاردة مجلس الوزراء عمل كان منعقد، وكان في مؤتمر صحفي مهم رأسه الدكتور حازم الببلاوي، في رسالة أخرى للمجتمع أن هذه الحكومة تعمل، في رسالة أخرى للمجتمع أن هذه حكومة قوية، في رسالة أخرى للمجتمع أن الحكومة على قلب رجل واحد، وإنها تطبق قانون التظاهر بقوة وليس بعنف. ومرة أخرى إحنا لما بننتقد الأداء الاقتصادي للحكومة لا ننتقد لنجرح، نحن ننتقد لنقوم إذا ما استطعنا ذلك، وننتقد لننصح إذا ما كان لنا ذلك. والحقيقة النهاردة دكتور ببلاوي رد على مجموعة من الانتقادات اللي احنا اتكلمنا عليها بالأمس، وقال أنه خلال أسبوع الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط هيخرج بجدول كامل وتفاصيل كاملة لما أنفق من حزمة تنشيط الاقتصاد 29.5 مليار جنيه اللي اتكلمنا عليها امبارح. النهاردة أيضا هيكون عندنا تحقيق صحفي أو تقرير عن المجمعات الاستهلاكية زي ما اتكلمنا مع السيد وزير الاستثمار بالأمس. غدا عندنا مؤتمر مهم جدا في مصر، فيه 500 من رجال الأعمال المصريين والعرب وبالذات من الخليج، أهلا بهم. أتمنى أن الحكومة تكون جاهزة بخطة واضحة، بمعلومات واضحة، بمشاريع واضحة تقدمها لهؤلاء. لكن معلومة أخرى وجهها للسيد وزير الاستثمار، الاعتمادات التي قلت لنا بالأمس أنها فتحت من أجل المجمعات الاستهلاكية، أنا اتصلت النهاردة بعدد من المسؤولين وتأكدت أن هذه الاعتمادات لم تفتح.
نشوف الجزء اللي بيتكلم فيه الدكتور ببلاوي عن الاقتصاد وعن قانون التظاهر. أنا سعيد جدا بحكومة فيها هذا التنوع، فيها كل الآراء، فيها وزراء لهم رؤى كثيرة متنوعة ومتقاربة ولكنها مش مختلفة، تكمل بعضها البعض الآخر. هذا مجلس وزراء بالغ الثراء، ما فيش موضوع إلا بيناقش من جميع الجوانب. هذا القانون سينفذ بكل قوة، لكن لما أقول بكل قوة مش معناها بعنف، بكل حرص، لأن القانون ليس للعقاب وإنما هو للحماية، حماية المتظاهر السلمي وحماية الآخرين من أنواع الشذوذ. الحكومة الحقيقة أعلنت في بيانها مجموعة من القرارات، بعضها قرارات اقتصادية الحقيقة، في مقدمتها أنه رفع الحد الأقصى لغرامة مخلفات أعمال البناء والهدم والحفر في الأماكن العامة وغير مخصصة لها لترتفع إلى الحد الأقصى ليصل إلى 20,000 جنيه لردع مرتكب تلك الجريمة، ولا يقل الحد الأدنى عن 5,000 جنيه. أيضا الحكومة أعلنت إسناد أعمال تأهيل موقع الضبعة اللي المفروض ان هو هيكون موقع المنشآت النووية الجديدة للقوات المسلحة. ايضا في اعلنت برضو عن تطوير شبكة طرق سريعة ورئيسية لتحقيق سيولة مرورية واسناد هذه الاعمال اعمال الصيانة والتوسعة الكباري وما الى ذلك الى الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري وشركة المقاولين العرب بالاتفاق المباشر بقيمة 175 مليون جنيه. كل ما اشوف اتفاق مباشر احس ان الدنيا هتمشي. لكن مرة اخرى كل هذه المشروعات تسند اما للقطاع العام او للقوات المسلحة. تاني، انا صحيح انا عارفة انه كل ده من الباطن بيشغل سب كونتراكترز او مقاولين من الباطن قطاع خاص، لكن ده برضو ما بيحركليش القطاع الخاص بشكل اساسي. تاني، احنا عايزين مشروعات تسند بالاساس للقطاع الخاص، المقاولين الصغيرين، المقاولين المتوسطين، نريد ان نشعر بالدماء تسير في شرايين الاقتصاد المصري. النهارده كان في طلب لتظاهره في المنيا مثلا لعدد من المخابز، 1800 صاحب مخبز عن طلبوا مظاهره، والحقيقه ان هو التظاهره وفقت لهم، تم الموافقه عليها. ليه؟ لانهم ما خدوش فلوسهم وما خدوش حقوقهم، وده اللي بنقوله، هذه اموال مدرجه في حزمه تنشيط الاقتصاد. ليه يا دكتور جلال هذه الاموال لا تنفق؟ دي فلوس الناس، دي حتى مش فلوس تنشيط، دي فلوس الناس الطبيعيه اللي هي انتم مدينين بها. فارجو ان الامور دي تنتهي، الناس عندها مشاكل، الناس تعبانه، محتاجين نخلص المديونيات ونبدا في ضخ اموال جديده، وهنفضل ورا هذا الموضوع لن نتركه. نرجع لموضوع الجامعات، والنهارده كان القرار نمره واحد لمجلس اداره مجلس الوزراء هو دعوه المجلس الاعلى للجامعات للانعقاد غدا برئاسه الدكتور حازم ببلاوي. ده هينعقد في مقر مجلس الوزراء. من الواضح ان مجلس الوزراء شعر بخطوره ما يحدث في داخل الجامعات المصريه وتهديده للاستقرار والامن المصري. الموضوع زاد قوي، رؤساء الجامعات بعضهم ايديهم مرتعشه، بعضهم منحاز للطلبه ولمشاعر الطلبه، ممكن نفهم ده، لكن ما لا نفهمه هو عدم اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة لردع الطلبة المخالفين، وما لا نفهمه أيضا هو انسياق البعض وراء تيارات الإخوان. خلونا نسمع ما قاله أستاذ وزير الداخلية حول هذا الأمر ونرجع نعلق عليه. أنا بوجه رسالة من هذا المنبر إلى أبنائي وأبناء هذا الوطن ومستقبل هذا الوطن، وهم طلاب جامعات مصر عامة. أرجو ألا تنساقوا وراء المؤامرات التي تحاك بهذا الوطن. ما بيحدث هو مؤامرة من أجل استثارة القاعدة الطلابية وإحداث نوع من الانشقاق داخلها وضم البعض منها مع الطلاب الإخوان اللي موجودين في الجامعات. ما بيحدث سواء في الأزهر حدث أو في جامعة القاهرة، تأكدوا ان هذا بقصد استثارة الطلاب على مستوى الجمهورية. انما انا بأعلن من هنا
ان احنا لا نستخدم خرطوش ولا فينا واحد يقدر يوجه سلاح في وجه طالب. يوم ما انا اوجه سلاح في وجه طالب يعني انا اسف الواحد ايده تتقطع، ان ده ابني، انا لي ابناء في الجامعة ولي اقارب في الجامعة. ولكن هو هناك حالة موجودة، يعني حاليا وانا بتكلم مع حضراتكم جامعة القاهرة انا سحبت القوات من جنب جامعة القاهرة عشان منعا من الاحتكاك، وبعتها عشان ميدان النهضة يغلقوه مع القوات الجيش منعا من احداث تلفيات في الميدان بعد ما تكلف الملايين. طلعوا النهاردة راحوا يحتكوا بالقوات، قلت لهم اضبطوا نفسكم عشان انا عارف ان اللي طالع طالع بمجرد ما انا هفضها بقنبلة غاز هيضرب اتنين تلاتة بره، لان هو ما فلحش لما قتل الطالب جوه، عايز يقول لك طب انت بره هقتله لك بره وهتهمك فيه. وبالتالي انا طلبت من القوات وانا موجود في مجلس الوزراء ان هم يحكموا سيطرتهم على نفسهم وينسحبوا من ميدان النهضة. ولكن المشهد الان دلوقتي واعتقد هتلاقوه على كل التلفزيونات، الطلبة بتاعة الاخوان في ميدان المسلة قاطعين الطريق والسدادات جايبينها وبيتعدوا على المرة. ارجو ان الطلبة تستفيق وتعلم ان ما يحدث في الجامعات هو مؤامرة على هذا الوطن، مؤامرة على 30/6، مؤامرة لإعادة الإخوان مرة أخرى للمشهد. دي رسالة أنا بوجهها للجميع، لكل الطلبة بكافة توجهاتهم وبكافة بناشد فيهم الوطنية، بناشد فيهم حبهم للوطن ده. أرجو إحنا في محراب علم، أرجو إن إحنا نلتفت إلى تعليمنا. أنا مش هتطرق، مش هقول لك إن أنا في واقعة الطالب بتاع كلية الهندسة هقعد أدافع وأقول هناك سلطات تحقيق بتحقق. وأنا من منطلق موقعي في الوزارة أنا ملتزم بما تنتهي به سلطات التحقيق. حتى لو انتهى رغم إن أنا متأكد إن إحنا بريئين من ذلك، إنما أنا ملتزم بما سيصدر من نتائج تحقيقات في هذه الواقعة. طيب نضيف إلى كلام وزير الداخلية سؤال للطلبة، والطلبة عندهم عقول وعندهم عقول راجحة، والشباب صحيح الحماسة بتاخدهم ونقدر نقدر ده، بس لازم تفكر وانت طالع لتؤيد مطلب الإخوان. خلي بالك وانت بتخرج في مظاهرة فيها الإخوان ان هو بيستخدمك، وان هو زي ما استخدمك في 25 يناير للوصول الى مقربه هو بيستخدمك دلوقتي مرة تانية. ايوة في طالب قتل، ايوة في تحقيقات، ايوة مش عارفين مين اللي قتله، حتى لو كانت الداخلية بتقول لا مش انا اللي قتلته، لكن في تحقيقات. خلوا عندنا ثقة، خلوا عندنا قدر عالي من الوعي. انتوا بكرة مش احنا، انتوا اللي بكرة مش احنا، هتبنوا بكرة ازاي؟ ازاي تقدروا تبنوا بكرة واحنا في هذه الحالة؟ طيب هنبني بكرة ازاي واحنا بنتحد مع الاخوان في هذا الوضع العجيب؟ دي مشاهد جامعة القاهرة النهاردة، لو نعلي الصوت يا جماعة لو سمحتوا. دي مشاهد جامعة القاهرة النهاردة، الطلبة خرجوا من الجامعة، قفلوا الشارع، قفلوا ميدان النهضة. ادي مشهد الشباب. لا في عندنا فيديو تاني بيبين ان الطلبه كانوا قاعدين بيلعبوا، قاعدين على الارض وبيلعبوا. يا ريت نجيب الفيديو التاني لو سمحت يا هاني. طيب يعني
المشهد ده وقطع الطريق وكذا، انت مصلحتك فيه ايه؟ يعني انا عايز اسألك انت مصلحتك فيه ايه؟ هل انت متخيل ان انت بهذا الامر؟ وفكر كويس، فكر. وبوجه كلامي لاهالي الطلبة ايضا، وما بكلمش هنا طلبة الاخوان، طلبة الاخوان في اللي يصرف عليهم، وطلبة الإخوان في تنظيم لو العيال دي اترفدت ما يفرقش معاهم، في تنظيم بيصرف عليهم وعلى أهاليهم، وده شيء معروف. دخلوا السجن، دخلوا ما دخلوش سجن، ما تعلموش، الأمر لا يفرق معهم شيئا. لكن أنا بكلمك أنت يا طالب لا تنتمي لفصيل الإخوان، أنت عايز تكمل تعليمك ولا مش عايز؟ أنت عايز البلد دي تكمل ولا مش عايز؟ أنت شايف الفخ اللي انت بتقع فيه ولا لا؟ انت شايف ان انت بتتجر لنفس مطالب الاخوان ولا لا؟ ليه مش قادر تفكر بشكل اكثر عقلانية انه لا انا لازم افصل، انا غاضب على وفاة زميلي لكن لازم اكون عندي ادراك. ده مشهد، دي سيارة ام بي سي مصر، زملائنا اللي تعرضت للضرب من طلبة إخوان جامعة عين شمس. إحنا عارفين إن الإخوان بينتهجوا العنف، أنت يلي مش إخواني بتضرب ليه؟ بتخرج معاهم ليه؟ هل أنت عايز تزيد شكل الحشد وتزيد الأعداد؟ أنت هدفك إيه؟ ما أنت كمان لازم تبقى ذكي إنك تقدر تقول إمتى تكون معاهم وإمتى ما تكونش معاهم. ايه اللي انت بتكسبه لما تتحد معاهم؟ ومرة تانية، من الواضح ان استخدام الاخوان للطلبة مستمر، ده امر مستمر، هيفضلوا يستخدموا الطلبة في محاولة اعاقة الاستفتاء على الدستور، في محاولة اثارة الشارع، في كل محاولة. لو بسأل اهالي الطلبة غير الاخوانيين، انت عايز ابنك اللي انت بتصرف عليه او بنتك يتعلمه ولا لا؟ انت عايزه ياخد شهادة في النهاية ولا مش فارق معاك؟ هو ده السؤال اللي انا عايز اسأله لك، وبوجه كلامي للأهالي، للأمهات والأبهات، هل انت عايز ابنك يموت؟ افصلوا عن هذا الأمر، كلموا، انصحوا، هناك دولة وهناك قانون هياخد مجراه. لكن إذا كان الهدف هو أنه كل مظاهرة في دول يموت لك واحد ولا اتنين من الطلبة الأبرياء برصاص لا نعرف من أين يأتي علشان لتوريط الداخلية، ادي المشهد، ادي المشهد. يعني هل ده مشهد شباب ناضج؟ انا بسأل، ده مشهد شباب هيبني مصر؟ ردوا عليا، الناس ترد عليا، هل ده مشهد شباب ناضج؟ شباب هيبني الوطن في المستقبل؟ واحد من دول هيبقى وزير، واحد من دول هيبقى محافظ، واحد من دول هيبقى جندي في القوات المسلحة، واحد من دول هيبقى اي، هل ده المشهد؟ ده مشهد يستفز الناس، ده مشهد يستفز. مش بس يعني أرجو إن الآباء، الأب اللي يشوف ابنه كده يعني يعلمه أي حاجة، الأم اللي تشوف ابنها هنا بيعمل يعلمه أي شيء. انت لما ده يا اخي ضد الدين وضد القانون وضد كل حاجة. مرة اخرى، لا مظاهرات طلبة ولا مظاهرات غير طلبة هتوقف المسيرة، في النهاية انت اللي هتخسر مستقبلك، انت اللي هتخسر امتحاناتك. وطبعا بوجه كلامي، انا بطلت اوجه كلامي لمجلس ادارة جامعة القاهرة اللي اثبت انه الحقيقة يعني خلاص هو نفض ايديه وقرر ان هو يجلس بعيدا يتفرج على المشهد وملوش علاقة، وكأنهم يعني كأن الأساتذة ما لهمش حتى أي دور تربوي. في الزقازيق بقى الوضع كان أسوأ شوية، في الزقازيق كان في ضرب خرطوش، ضرب خرطوش وإصابات ل14 طالب بخرطوش. ممكن ابنك يكون واحد من دول، ممكن بنتك تكون واحدة من دول. الدكتور ثروت موافي، الأمين العام لجامعة الزقازيق، مساء الخير يا فندم. ايوه استاذ لميس، انا ثروت موافي امين عام الجامعه. اهلا بيك يا استاذ ثروت، لو تقول لنا ماذا حدث في جامعه الزقازيق النهارده؟ والله اللي حدث النهارده احنا بنعتبره رد فعل للحاجات اللي حصلت او اللي حدث خلال الايام الماضيه. اول حاجه كانت انجاز موضوع الدستور، وتاني حاجه كان البيان الصادر للرئيس جامعه القاهره. الحاجتين دول كان لهم رد فعل
على الشغب اللي كان موجود وعمليات التخريب والحريق اللي كان موجود في الجامعة. يعني شايف ان ان مرور او يعني انتهاء الدستور وموقف رئيس جامعة القاهرة ادوا الى تصاعد الشغب في ليه يا استاذ ثروت؟ بدليل ان احنا يعني قبل كده من 15 يوم طلبنا الداخليه، والداخليه اتدخلت لما كانوا مانعين الطلاب من انهم يمتحنوا وقافلين بوابات كليه الهندسه، والسيد مدير الامن لف في الجامعه كلها وموجود دايما في الخارج. النهارده طلبناهم ما جوش، هو ده كان لازم رد فعل طبيعي لبتوع الداخليه وهم متواجدين معانا دايما في خارج الجامعه على نتيجه للبيان اللي اصدره رئيس جامعه القاهره. ما هو خايف بقى يتورط عشان هو يدخل بتاع الداخليه ويجي انا يحصل اصابه في حد ويقول لك بتاع الداخليه اللي حاصل والثاني والطلبه هم اللي ضاربين بعضيهم. فده طبيعي بيان، يعني ده رد فعل للبيان اللي عمله رئيس الجامعه. الوضع اتفضل، الوضع النهارده حصل ايه بالظبط؟ وكان في الخرطوش كان مع مين؟ قول لي بالظبط الوضع ايه. الخرطوش طبعا ما هو معروف مع الـ 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 مع الاخوان، خراطيش وشماريخ وضرب كان احنا في حرب داخل المكاتب، وبالتالي الطلبه سابوا المدرجات والغرض منها ايقاف العمليات التعليميه، وولعوا في بعض الحرائق في جوار كليه الهندسه. نعم. رد فعل طبيعي. اصابات قد ايه يا استاذ ثروت؟ اصابات حوالي يمكن فوق ال 11 واحد، وفي حاجات كتير ما راحتش المستشفى. طب انت طلبك ايه؟ يعني انت شايف يعني طلبي هو لازم يكون في منظومه متكامله يتبناها المجلس الاعلى للجامعات لحمايه الطلاب اللي هم عايزين يتعلموا. وطلب الثاني كفايه علينا قوي اللي حصل معانا في 2011 وسلمنا البلد للاخوان، مش عايزين يحصل ان احنا نسلم البلد لبتوع النخبه اللي بيطلعوا في التلفزيونات ببياناتهم. حرام حرام بتوع النخبه وستة ابريل وغيره، حرام يقعدوا في بيوتهم بقى وكفايه عليهم كده. احنا مش هنسلم البلد تاني لمجموعه تانيه. بشكرك استاذ ثروت موافي الامين العام لجامعه الزقازيق. يعني الكلام اعتقد موجه للمجلس الاعلى للجامعات. هل انتوا شايفين الوضع ايه؟ يعني هو ببساطه شديد جدا رئيس الجامعه الذي لا يستطيع ان يتحمل هذا الوضع، وعلى فكره كل الجامعات بتمر بامور صعبه لكن هذا هو الاصعب، ممكن هو يستقيل. ممكن دكتور جابر انت حاسس ان انت مش قادر، منحاز تماما للطلبه، مش قادر تحميه، مستقيل. يعني احترم موقعك القانوني وقامتك القانونيه وقامتك كاستاذ، مستقيل. انت جيت بانتخاب، تستطيع ان انت تستقيل. لكن فكرة انه هذا الحشد المستمر للطلبة والتحريض، ده تحريض واضح. واللي حاصل ده في جامعة الزقازيق والخرطوش، داخلية طبعا تقول لك ايه، انا طب انا اخش دلوقتي وواحد يتقتل فيقولوا الداخلية اللي قتلت. طب ماذا عن 95% من الطلبة اللي بتصرف، الدولة بتصرف على كل هؤلاء، تصرف عليها من ضرايبنا، ماذا عن 95% من الطلبه اللي عايزين يتعلموا؟ واللي بيتعلموا ببلاش، واللي بتصرف عليهم الدوله، واللي جايين من المحافظات، واللي نفسهم يبقى معاهم شهاده، دول ذنبهم ايه؟ مره اخرى هذا فخ كل الشباب اللي بينضم للاخوان يعني بيقع في هذا الفخ، انتوا اللي هتدفعوا الثمن. بوجه كلامي لاهالي هؤلاء الطلبه علهم ينصحون أبنائهم، يعني أتمنى أنهم ينصحوا أولادهم. طيب قبل ما نشوف الجماعة الإرهابية، الحقيقة أنه منذ قليل أعتقد أنه وافق المحامي العام على طلب عدد من المحامين، محمد توسن واثنين آخرين من أعضاء هيئة الدفاع، مرسي العياط، بناء من الواضح أنهم قدموا توكيل وتمت مخاطبة السجون لسماح لهم بالزيارة في ضوء قوانين السجون ولوائحة. السؤال هنا، هل عندما يدخل الأستاذ توسن أو السادة المحامين هيخرجوا يقولوا لنا بيان تاني؟ هل في بيان آخر هيصدر من المحامين وكل شوية يطلع لنا بيان من هيئة دفاع مرسي ليه بيان للأمة؟
هل ده وقت بيان له علاقة بالدستور؟ ده سؤال مهم جدا. أرجو إنه النيابة والسجون يبقى فيه أمور واضحة، يبقى فيه تعليمات واضحة. لم يحاسب الضماطي، لم يحاسب الضماطي عندما وهو محامي، وكان ممكن نقابة المحامين تحاسبه. لم يحاسب الضماطي عندما خرج من محبس مرسي وألقى بيانا باسم رئيس معزول للأمة. هل احنا هنفضل كل ما يبقى فيه خطوة يخرج لنا محامي وبالقانون؟ يعني الحقيقة ان المحامي العام، المحامين العام عندنا والنيابة طالما معاه توكيل، واضح انه ادى توكيل خلاص اهو، واضح انه ايه في توكيل قدامهم وادى توكيل، اذا اعترف بالمحكمة فالموضوع انتهى. ما يطلعش يقولي بقى مش معترف بمحكمة، ادى توكيل للمحامين، المحامين هيعترفوا عنه، اذا هو معترف بهذه المحكمة. لما يطلع لنا بقى يدينا الخطب العصماء بتاعته بقى، فاهمين ان كل ده فيلم سينما، واللي قبليه كان فيلم كمان. دلوقتي كيف تضبط النيابة وكيف تضبط السجون ألا يخرج هؤلاء من محبس مرسي مرة أخرى لإلقاء بيان على الأمة، بعديه تخرج كلمات سر بقى، وبعديه تخرج يعني أي مظاهرات أخرى. أنا المظاهرات ما بقتش تقلقني وعددها قليل، لكن في النهاية بتعمل قلاقل، بتوقف عمل، يعني ازاي نقدر نضبط بقى بالقانون؟ ده سؤالي اللي بوجهه للنيابة وبوجهه للسيد مساعد الوزير لشؤون السجون. كيف تضبط ذلك؟ هذه مسؤولياتكم. النهارده كان في قضيه مهمه كان رفعها الدكتور عبد الله المغازي عضو مجلس الشعب السابق لادراج لاجبار الدكتور حازم الببلاوي والحكومه لادراج جماعه الاخوان جماعه ارهابيه، والحقيقه ان احنا كنا قدنا هذه الحمله، واشتركت معانا يعني منظمه ابن خلدون مشكوره بفتح صفحه مهمه جدا، بنتابع ده معانا عدد كبير من الحقوقيين منضمين لهذه الحملة واحنا مستمرين فيها. القضية حولت للمفاوضين. خلونا نسمع من الدكتور عبد الله المغازي عضو مجلس الشعب السابق ماذا حدث في هذه القضية. دكتور مساء الخير. مساء النور يا فندم، تحياتي لحضرتك وتحياتي للجميع السادة المشاهدين. شكرا. لو تقول لنا بالضبط القضية وملابساتها وماذا حدث. طيب يعني خلينا في البداية عشان نوضح لجميع السادة المشاهدين، احنا بالفعل لدينا قانون العقوبات الباب الثاني بينظم التنظيمات الإرهابية وبيعرف الإرهاب، ولكن للأسف الشديد حتى هذه اللحظة الحكومة المصرية والدولة المصرية لا تتعامل مع الأمر على أن ما يتم على أرض مصر هو عمليات إرهابية. ما يتم في سيناء، ما يتم في أمام أقسام الشرطة، ما تم في قسم شرطة كرداسة، ما تم من حرق للكنائس، ما تم أيضا من حرق لعدة محافظات من بينها محافظة الجيزة، وكان الأمر واضح للعيان أن من حرق هذا الأمر هم أعضاء من الجماعة ومصورين أثناء حرقهم لمحافظة الجيزة. يمكن ده من أكثر الأمور الواضحة وموجود فيها. طيب، أعضاء للجماعة أثناء حرق لمقر محافظة الجيزة. طيب، ما هي مطالباتك في هذه القضية؟ طلبت بإيه؟ طلبت رئيس الجمهورية أن يقوم بدوره الوطني بإصدار قرار جمهوري بوضع قائمة للإرهاب، ثم أن يضع جماعة الإخوان ويضع الجماعة الإسلامية وأنصار بيت المقدس وحماس كل هذه الجماعات والتنظيمات على قائمة الإرهاب المصرية. لا يمكن بأي حال من الأحوال، ونحن كنا نتحدث مع القاضي، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون لدول ليست لديها إرهاب لديها قائمة ولائحة للإرهاب. عندنا روسيا تضع جماعة الإخوان على لائحة الإرهاب، عندنا أكثر من 14 دولة أوروبية وأسيوية وأفريقية تضع جماعة الإخوان على لائحة الإرهاب، ومصر التي يوجد فيها الجماعة ويوجد فيها عمليات الإرهابية من الجماعة وحلفائها لا يوجد لديها لائحة إرهاب أو قائمة إرهاب تضع عليها تلك التنظيمات. طب عندي تصريح دلوقتي صدر من محمد طوسن، الاستاذ محمد طوسن عضو هيئه الدفاع عن مرسي العياض، بيقول ان لا يمكن ادراج الجماعه بانها جماعه ارهابيه قبل صدور احكام نهائيه وباتت تدين القيادات، هل هذا صحيح؟ لا، هذا الكلام يعني كلام غير صحيح، واعتقد ان الاستاذ محمد طوسن بيغلط نفسه. يرجع كده للولايات المتحده الامريكيه والفرنسا، دي بتبقى قرارات سياديه تصدر من الدوله، من رئاسة الدولة أو من رئاسة الوزراء
حسب نظام الدولة ودون أن يكون هناك أحكام. يعني شوفي كده الولايات المتحدة الأمريكية بتضع تنظيمات وتشيل تنظيمات. لا ده قرار إداري، ده قرار إداري من الإكزيكتيف أوفيس. للأسف الشديد يعني أنا بستعجب من تصريحات بعض المسؤولين، ويخليني برضو بالمرة أستعجب من تصريحات رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عندما قال أن قانون التظاهر سيسقط بمجرد إقرار التعديلات الدستورية، وأنا بقول له كلامك غير صحيح. القوانين لا تسقط بإقرار الدساتير، وإنما يجب تعديلها وفقا لأحكام التعديلات أو وفقا لأحكام الدستور من المشرع الذي أصدره. وبالتالي كلامك أن قانون التظاهر يسقط بمجرد الاستفتاء كلام غير صحيح. قانون التظاهر باقي كما هو إلى أن يتم تعديله وفقا لأحكام الدستور. طيب. إذا كان هناك مواد تحتاج إلى تعديلات. أرجع تاني لمسار قضية حضرتك. القضية حولت للمفوضين، هيئة المفوضين. هذا أمر طبيعي، يعني القاضي بيعطي للمفوضين، وده أمر طبيعي زي ما حضرتك عارفة في مجلس الدولة. وأنا أعتقد لأن الدعوة من الأهمية، وكان هناك أحكاما سابقة من محكمة الأمور المستعجلة بأن هذا التنظيم تنظيم محظور ويجب مصادرة أمواله وأموال أعضائه، بالإضافة إلى ما وجد من أعضاء تلك الجماعة ومعظمهم متورط في أعمال عنف وقتل والتحريض إلى خلافه. فهذا الأمر يا سيدتي كما قلت بالفعل لا يحتاج سوى قرار وليس حكم، وإنما نحن نحاول أن نضغط على الإدارة المصرية بأحكام القضاء عشان تتحرك، عسى تلغي التوازنات التي تفعلها بسبب الضغط عليها من الخارج. الخطوة المرحلة الثانية للقضية إيه يا فندم؟ الخطوة الثانية بعد إعداد تقرير المفاوضين، وأنا أعتقد ده إن شاء الله بإذن الله لخطورة القضية سوف يكون في أسرع وقت، سيعرض الأمر مرة أخرى على المحكمة للحكم إن شاء الله، وأنا أعتقد ده إن شاء الله يكون يعني خلال أيام قليلة بإذن الله تعالى. بشكرك دكتور عبد الله المغازي عضو مجلس الشعب السابق. إذن أهو قضية، مش انتم مستنيين قضيه يا حكومه، اهو في قضيه شغاله، ربنا كريم ويصدر حكم بهذا الشان. لكن مره اخرى يجب ان يكون لديك الجراه ويكون لديك الادراك السياسي انها جماعه ارهابيه، وانت محتاج لسه حد يقول لك اذا كانت جماعه ارهابيه ولا لا، وبعدين تطلع تقول لنا ان ايوه يا جماعه ارهابيه بس انا ما اقدرش ادرجها في القانون. ازاي يعني؟ يعني باي منطق نحن دولة نريد أن نسير في مسار القانون، وبالتالي أنا محتاجة أن أنا أدرجها كجماعة إرهابية؟ واحد عشان أخنقها اقتصاديا، اتنين عشان أخنقها سياسيا، تلاتة لكي أستطيع أن أنا أبدأ لوبي خارجي دولي لكي أخنقها سياسيا في المستقبل واقتصاديا في المستقبل. برضو مش قادر تاخد قرار، برضو مش قادر كل حاجة قلقان منها. مرة أخرى هذه جماعة إرهابية، ونحن سنبقى في حملتنا لإدراجها كجماعة إرهابية لخنقها اقتصاديا، لخنقها سياسيا، لتكفيف منابع الإرهاب. أنت مش هتعرف تجفف منابع الإرهاب إلا بإدراجها قانونا، فلا تتعامل معها الحكومة ولا يتعامل معها القطاع الخاص ولا تتعامل معها الـNGOs ولا يتعامل معها القطاع الأهلي ولا حد. هذه صفحتنا، صفحة الصفحة اللي عملتها داليا زيادة، مركز ابن خلدون اللي بنشكره شكرا جزيلا على مجهود خرافي بيعمله. حياة داليا يعني عاملة مجهود عظيم في هذا الأمر. ضع شهادتك، احنا محتاجين شهادتك. لماذا هذه الجماعة جماعة إرهابية؟ لماذا ترى أنها جماعة إرهابية؟ كل اللي بيحصل بقى في الجامعة جماعة اليومين دول، كل قطع الطريق، كل الكلام ده يصلح هنا. وأنا عايز أعرف وصلنا لكام يا شباب؟ 33 ألف وضعوا شهادتهم، وإحنا هنكمل في هذه القضية. النهاردة احنا فقدنا الحقيقة اثنين، وكان يوم يعني حزين على كثيرين في مصر. رحل وزير من الوزارة الفريق حافظ قائد القوات الجوية السابق ووزير الانتاج الحربي، توفي بعد أزمة قلبية، كان عنده يعني أزمة قلبية منذ شهر، وتوفي عن عمر يناهز 61 عاما. يعني الحياة لم يعني ملحقش الراجل ان هو يمارس مهامه، لكن يعني كان طبعا قائد سابق للقوات الجوية المصرية حتى تم تعيينه وزيرا للدولة الانتاج الحربي، وتخرج من الكلية الجوية في الأول من سبتمبر سنة 72، وشارك في حرب أكتوبر. بنعزي أسرته، له ولدان وبنتان، بنعزي أسرته. هذا أحد أبطال حرب أكتوبر طالما شارك فيها. دي كانت الجنازة العسكرية التي
شيع فيها جثمان الراحل الفريق رضا حافظ وزير الدولة للإنتاج الحربي. مصر فقدت أيضا شاعر ثائر، محدش فينا مغناش لأحمد فؤاد نجم، ومحدش فينا ما سمعش شعره، ومحدش فينا ما حسش بغضبه. أحمد فؤاد نجم قام من قامات الشعر العامي، الشعر اللي ثار ضد نظم كثيرة، ثار ضد من زمان قوي، من زمان كان بيقول الشعر من أيام عبد الناصر، ثار ضد السادات، ثار ضد مبارك، ثار ضد كل الأنظمة يعني التي لم تحترم هذا الشعب. مصر يما يا بهية، يم طرحة وجلبية، كل يعني حاجات كتيرة مش ممكن نقدر ننساها، جيفارا، الخواجة الأمريكاني، شرفت يا نيكسون بابا، حاجات كتيرة لأحمد فؤاد نجم مش ممكن ننساها أبدا. رجل عظيم رحل، كل تعزية لأسرته وبناته نوارة وزينب، أتمنى إن هم يعني ربنا وعفاف، وأتمنى إن ربنا يعني يدخلوا فسيح جناته. شوف هذا التقرير عن رجل ربما رحل لكن هتبقى كلماته، وفي أغنية الشيخ إمام، وفي تاريخ في التاريخ المصري. نشوف هذا التقرير. مصر يما يا بهية، يما طرحة وجلبية، الزمن شاب وانت شابه، هو رايح وانت جايه. هكذا كان يغازلها دائما خلال اشعاره، مصر التي لم يسكن قلبه غيرها. انه احمد فؤاد نجم، شاعر الفقراء الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم عن عمر يناهز 84 عاما، بعد ان شيع جثمانه خلال جنازه بسيطه كحاله حضرها عدد قليل جدا من مريديه. ليدفن سفير الفقراء بمقابر خيرية في زمرة من تغنى لهم في قصائده من الكادحين والبسطاء. نجم واحد من القليلين جدا اللي سمع نبض الشارع وكتبه. أشعاره موجودة وروحه هتفضل موجودة معانا، احنا فقدنا جزء من تاريخنا الشخصي. رجل استطاع أن يضرب نموذج للقدرة على أن يقول لا للظلم. بابا قال الكلمة وحفر اسمه في الصخر. أبويا مات وما لحقش يفرح ولا بحفيده ولا أنا ولا نوارة ولا لحق يفرح بالجايزة، هو بس فرح بحاجة واحدة بس، 18 سنة اتسجنهم في السجن، هو عاش طول حياته متعذب وما لحقش يفرح بأي حاجة خالص. وتسببت أشعاره الملتهبة المهاجمة للأنظمة الفاسدة في اعتقاله في عهد الرئيسين عبد الناصر والسادات، وأيضا لم يسلم الرئيس الأسبق حسني مبارك من انتقاداته المعارضة لحكمه، فيما أعلن حربه على جماعة الإخوان المسلمين بكلماته اللاذعة خلال قصيدته الشهيرة العنبرة. الندل فينا حكم، والندل حكمه شين، حكم البقر على البشر بشريعة القرنين، وحق تربة نبي طه كحيل العين، هل بت يوم يتنصب بدل الميزان اتنين، وانظر بعين الرضا للعدل في الميزانين. ارتبطت أشعاره بالشيخ إمام، الأشعار التي رجت ميادين مصر وكانت صوتا مدويا للشباب وثورتهم عبر كل مكان وزمان. تجاه الناس جوانات وشقق مفروشة وأمولات، تجاه الناس جوانات وشقق مفروشة وأمولات، يا حلاوة الناوة كوناوة يا بلدنا يا أخي فمتان، تجاه الناس جوانات. رحل نجم عن عالمنا بجسده، وتبقى كلماته التي واجهت الظلم والفساد حاضرة عبر التاريخ. كل عين تقشق حليوة، وانتي حلوة في كل عين يا حبيبتي، قلبي عاشق، واسمحيلي بكلمتين، كلمتين يا مصر يمكن هما آخر كلمتين، حد ضامن يمشي آمن أو مآمن يمشي فين. رحم الله نصير الفقراء والغلابة. نسرين فؤاد، هنا العاصمة. آه
كنا منذ عدة أسابيع فتحنا ملف الصحف القومية حرصا على الأموال العامة، لا لينا مصالح شخصية ولا عايزين ناخد رئاسة تحرير الأهرام ولا لينا أي حاجة. أنا لست أنا عضو في نقابة الصحفيين، لكن الحقيقة أنا بحب شغلي ده جدا، ولا علاقة لي، لا عايزة أبقى رئيس تحرير الأهرام ولا أي حاجة، وكل في الأهرام زمايلي وفي الأخبار زمايلي، ويعني لهم مني كثير من الاحترام الحقيقة، وكثير من زمايلنا من الصحف القومية أظن أنهم من أفضل الصحفيين في العالم العربي. النهاردة صدر حكم من محكمة الإدارية بقبول دعوة أقامها الأستاذ محمود الأنور المناوي اللي كان أحد المرشحين لرئاسة تحرير الأهرام، وبطلان تعيين عبد الناصر سلامة رئيسا لتحرير الأهرام وأحقية المناوي في المنصب. إيه القصة؟ القصة إن الأستاذ المناوي الذي لا أعرفه أنا أيضا وكان أحد المرشحين لهذا المنصب، وكان في مجموعة من المرشحين، وأعتقد وقتها مجلس أعلى للصحافة اللي عجيب مش تشكيل وقتها، لكن مجلس أعلى للصحافة كان بيدي أرقام طبقا للدور بتقدم ملف شكله إيه، بتقدم سي في شكله إيه، وكان له يعني هو له تقديراته الخاصة. اختار عبد الناصر سلامة ولم يختار المناوي. المناوي كان نمرة 2 أو نمرة 3 في الترتيب، والمفروض أن مجلس أعلى الصحافة طبقا لقانونه وضع مجموعة من الشروط لأن يكون الشخص كفئا أو يكون الشخص يمكن أن يكون رئيس تحرير. إيه الشروط دي؟ المناوي النهاردة من خلال هذه القضية أثبت أن في شرطين لا ينطبق على عبد الناصر سلامة رئيس تحرير الأهرام الحالي. إيه هما الشرطين دول بقى؟ أول شرط أنه هو بيكون بيعمل 10 سنوات متوالية في المؤسسة، وثبت أنه سلامة كان بيشتغل من 2006 ل 2009 مراسل للأهرام في سلطنة عمان. ففي هنا شرط، في مشكلة. حقيقة الشرط الثاني هو اللي أنا وقفت قدامه منزعجة جدا. يعني أنا قلت أنه موالي للإخوان، وقلت أنه يضرب الدولة في الظهر، وقلت أنه بيحاول يسود العيشة في وش الناس، وقلت كل الكلام ده، لكن ما كنتش متخيلة يعني أقصى شطحاتي وأقصى أفكاري السيئة نقول مثلا، لم أتخيل أن رئيس تحرير الأهرام كان يعمل بجلب الإعلانات. دي بالنسبة لنا كصحفيين صبة، يعني دي بالنسبة لنا خلط الإعلام بالتحرير أولا من القواعد التي أقرتها نقابة الصحفيين أنها قواعد غير معنية، وأنه إذا ثبت ذلك يفصل الصحفي. دي بالنسبة لنا سبة. صحيح أن الأبواب فتحت على مصراعيها في وقت من الأوقات ليعمل الصحفي بجلب الإعلانات نتيجة ضعف توزيع، نتيجة اختلاط القيم الأخلاقية، نتيجة حاجات كتيرة جدا، لكن تبقى في المهنية، في صلب المهنية، موضوع مؤذي جدا أن يكون صحفي يعمل على جلب إعلانات. فوجئنا بقى أن الأستاذ سلامة اللي هو رئيس تحرير الأهرام، رئيس تحرير الأهرام، أهرام الأستاذ هيكل، أهرام الأستاذ يعني الأساتذة الكبار، يعني مش عارفة أقول أفتكر أسامي مين ولا مين، قالوا أن سلامة طبقا لرد وارد للمحكمة من مؤسسة الأهرام أن سلامة كان يتقاضى مبلغ 2000 جنيه في الشهر من 1 يوليو 2010 نظير مجهوداته وتعاونه في تنشيط الإعلانات في المحافظات. أنا دي بالنسبة لي صدمة، يعني أنا دي بالنسبة لي يعني صدمة وسبة وكل حاجة، وأكيد زملائي في الأهرام فاهمين اللي أنا بقوله، إنه يا جماعة أن تكون تعمل في جلب الإعلانات ده يعني أكتر تهمة. ده أنت لما تكون عايز تضايق صحفي تقول له بتاع الإعلانات، يعني مع احترامي لكل الزملاء اللي بيشتغلوا في الماركتينج وفي الإعلانات، هذا أمر دي وظيفتهم، لكن إحنا وظيفتنا متجردة، إحنا وظيفتنا الصحافة فقط ناخد مرتبنا وينتهي الأمر، ما خدش من رجل أعمال، ما خدش من شركة، ما خدش من وزارة من الباطن، ما ينفعش. عشان كده عمل الصحفيين كمستشارين في الوزارات خطأ وجريمة في حق المهنة، حتى بقى لو شتمنا من هنا لبكرة، هذا الواقع، هذه هي الأخلاقيات، الصحافة دي أخلاقية المهنة. إذن
بالقانون سلامة ليس رئيسا لتحرير الأهرام، هيطعن طبعا، لكن أظن أن هذا الطعن على أحكام القضاء الإداري لا توقفه. المجلس الأعلى للصحافة قال إن هو سيبحث الأمر، ياخد وقته بقى يبحث الأمر ويستشير القانونيين في المجلس. الأستاذ محمود المناوي عضو مجلس نائب رئيس تحرير الأهرام، مساء الخير يا أستاذ محمود. مساء الخير يا أستاذ لميس. أهلا بيك، تفضل. يعني قول لي يا فندم، يعني هل هتاخد بقى الصيغة التنفيذية يعني لتجلس على مجلس على مقعد رئيس تحرير الأهرام، ولا هتعمل إيه دلوقتي؟ أنا سمعتك يا أستاذة لميس، وأنا بشكرك على توضيحك اللي وضحتيه بالنسبة لعبد الناصر سلامة. إنما أنت ذكرتي إن هو كان مراسلا للأهرام في سلطنة عمان. هل الخبر ده صح غير سليم؟ وإنه بهذا لا ينطبق عليه العشر سنين. لا، لما يكون مراسل للأهرام في عمان هو صحفي تبع الأهرام وتحسب له الملكة. إنما طيب، هو الحقيقة لم يكن ادعى انه كان مراسلا للاهرام من سنه 98 لحد نهايه المده، وده غير صحيح. هو كان مراسل الاهرام فعلا من 2006 ل 2009، ودي مده 3 سنين بس. قبل ذلك كان صحفيا باجازه بدون مرتب تبع سلطنة عمان في جريدة عمان، وادعى ان هو دي كانت بيعمل فيها مراسل الاهرام، وهذا غير صحيح واثبتنا ده بالمستندات اللي اكده تقرير هيئة المفاوضين واكدته المحكمة في حكمها. الحاجة الثانية طبعا خلط الاعلام بالتحرير، زي ما حضرتك قلتي بالظبط، حضرتك شرحتيها وبينتي مشكلتها الاساسية، ان الصحفي كده يبقى مشترك ما بالك لما يكون مسؤول عن اكبر جريده في مصر. حاجة ثانية ان احنا قدمنا ما يثبت ان هو اخذ عقاب من الاهرام، هو الفصل من الاهرام، الفصل، ودي ترتيبها زي ما حضرتك عارفة في عقوبات الموظف العام، اعلى عقوبة. نعم، اعلى عقوبة ممكن توقع على موظف هو الفصل. ليه خد عقوبة الفصل يا استاذ مناوي؟ انا يعني احنا اثبتناها، يعني مش عايزين ندخل طيب لو كان في تفاصيل ماشي خلاص. اثبتناها باوراق التامينات، لان الحقيقه جريده الاهرام اللي كان ممكن القضيه دي تخلص من اول جلسه شؤون قانونيه في الاهرام، رفضوا ان هم يقدموا ويلتزموا بقرار المحكمه، طبعا لان كان مسيطر على الاهرام في الوقت ده رئيس مجلس اداره اخواني. رفضوا ان هم يسلموا اي اوراق من ملفه، برغم ان المحكمه امرت بضم ملف خدمته. طيب قولي بقى دلوقتي هتعمل ايه؟ يعني دلوقتي هل هذا حكم شامل النفاذ؟ هذا حكم واجب النفاذ، هو زي حكم زميلنا الاستاذ جمال عبد الرحيم بالظبط، حكم واجب. بس خلي بالك ان جمال عبد الرحيم خد كم وقت طويل قوي لحد ما اخد وقت طويل، لانه رفض مجلس الشورى الاخواني ينفذ، وكان متحصن احمد فهمي بحصانه المجلس. طيب المجلس، انت عندك امل في هذا المجلس الاعلى للصحافه انه سينفذ؟ طبعا 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 طبعا، وهم كلموني وقالوا لي ان احنا بنجرب، ما جبنا الصيغه التنفيذيه هتوصلهم غدا. وانا متاكده الحقيقه ان هم لن يتوانوا عن تنفيذ حكم قضائي، لان الموضوع بقى فيه هو في تصريحات طيب طب خليك معايا نسمع من المجلس الاعلى للصحافه الاستاذ حسن عماد مكاوي، الدكتور حسن عماد مكاوي، وكيل الاعلى للصحافه وعميد اعلام القاهره. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، اهلا بيك. يعني كمجلس اعلى للصحافه ماذا ستفعلون في هذا الامر؟ المجلس الاعلى للصحافه منذ ان تم تشكيله وفي الاجتماع الاول قرر قرار واضح جدا، الالتزام بتنفيذ كافة الأحكام القضائية واجبة النفاذ. طيب وتم تطبيق هذا الحكم بالفعل على الأستاذ عبد الرحيم. طيب هل ترون أن هذا الحكم واجب النفاذ، ولا عندكم يعني رأي آخر؟ نحن في انتظار مسودة الحكم للتأكد من أنه واجب النفاذ بالفعل، وفي حالة ثبوت ذلك بالتأكيد سوف يتم تنفيذ الحكم تماما، لأننا يفترض أننا الآن في دولة تعتمد على سيادة القانون والالتزام بالقانون، لأنه
اما ان تكون دوله يبقى الالتزام طيب بالقانون شيء دكتور اساسي او لا تكون دوله. طيب دكتور مكاوي، انا عارفه ان كان في خطتكم ايضا تعديلات لعدد من رؤساء مجالس الادارات، ماذا حدث في ذلك؟ وايضا تعديلات في القانون كمان، ماذا حدث في كل ذلك؟ فيما يتعلق بتعديلات رؤساء مجالس الادارات اعتقد انها ان شاء الله هتتم خلال الاسبوع القادم. والقانون؟ القانون هناك يعني مشروع قانون امام السيد رئيس الجمهوريه الان فيما يتعلق برؤساء التحرير، لكن رؤساء مجالس الاداره ليس امامنا اي عقبات قانونيه بشان تغييرهم، واعتقد ان هذا التغيير سيتم بحد اقصى خلال الاسبوع القادم. بشكرك وبشكر الحقيقه ان انتم يعني محترمين القانون. استاذ مناوي، هل عندك رد على ما قاله الاستاذ الدكتور مكاوي؟ لا لا، ده انا موافق جدا على ما قاله الدكتور مكاوي، وهو الحكم واجب النفاذ لان بس هو محتاج طبعا يبقى معاه الصيغه التنفيذيه عشان برضو نمشي في الامر. هيكون بكره ان شاء الله عن لدى المجلس الاعلى للصحافه صورة تنفيذية للحكم. اذا حضرتك هتذهب امتى لاستلام مقعد رئيس تحرير الاهرام؟ بمجرد ما المجلس الاعلى يعلن قراره. نعم، بمجرد ما المجلس الاعلى يعلن قراره انا بستلم رئيس تحرير الاهرام. وبعدين حضرتك كمان في حاجة بالنسبة للشروط اللي كانت محطوطة برضو عاوز اعلق عليها. اتفضل. شروط الحقيقة هي ما كانش اللي واضحها الاخوان، الشروط اللي وضعها نقابه الصحفيين طبعا ايوه مظبوط والتزمت بيها على الورق الاخوان، انما هم كانوا مجهزين نفسهم. يعني من ضمن الشروط عدم التطبيع مع اسرائيل. نعم، دي من الحاجات اللي تأدت بيها ضد الاستاذ عبد الناصر سلامه. نعم، ان هو من المطبعين. نعم، مع اسرائيل. بشكرك استاذ محمود المناوي، عضو نائب رئيس تحرير الاهرام، او الان بحكم المحكمه هو يجب أن يكون هو رئيس تحرير الأهرام. إذن المحكمة تقضي ببطلان تعيين عبد الناصر سلامة رئيسا لتحرير الأهرام وأحقية المناوي في المنصب. والمجلس الأعلى للصحافة بيقول أنه بمجرد استلامه لمسودة الحكم سينفذ الحكم. إعلانات كتير شوية. نشوف هذا التقرير عن المجمعات الاستهلاكية، وعدناكم به حال المجمعات الاستهلاكية، وبنهديه للسيد وزير الاستثمار. ونخرج فاصل ثم الأولمبيات الخاصة بعد الفاصل. 1400 مجمع استهلاكي اللي حاطين فيه كل السلع الأساسية بأسعار بتبعد عن السوق ما بين 25 لحد 50%. ما احنا مش عايزين النوع ده اللي جوه المجمعات يا سيادة الوزير. يعني الحقيقة السلع اللي جوه المجمعات دي سلع رديئة، وحضرتك عارف. لا لا مش رديئة، احنا نزلنا وصورنا والله العظيم سلع رديئة بجد. هكذا كانت التأكيدات الحكومية بتوفر السلع بالمجمعات الاستهلاكية وبجودة عالية. وبالرغم من ذلك فإن النقص في بعض المنتجات ورداءة البعض الآخر كانت الشكوى الدائمة للمستهلكين الذين اضطروا للمجمعات هربا من توحش الأسعار. لو أنت عايز تشتري اي ثينك مثلا مكرونة أو حاجة، مش هتلاقي اللي أنت عايزه إطلاقا، ومش هتلاقي اللي أنت عايزه وفي كواليتي. يعني أنا مستغرب مع الوزير المفروض ينزل يبص عشان خاطر هو بيتكلم مع شعب مش بيتكلم مع نفسه. الفقير عايز ياكل ويشرب من الجمعيات اللي هو عارفها زمان، كان الحاجة بجنيه وباتنين جنيه وبتلاتة جنيه تمشي. دلوقتي الجمعيات الاستهلاكية زي المجمعات والسوبر ماركت ماشية على وضع السوق. يعني على غفلة دلوقتي الأسماك، تلاقي ادخل سعادتك المجمع مش هتلاقي سمكتين بولت اللي موجودين، واخد بالك؟ وب 17 جنيه. أنا لما بنزل سوق سوق السمك بجيب البولتي صاحب ب 13 جنيه. طبعا المفروض الناس بتيجي تشرف وتعمل الكلام ده، مفيش الدنيا هي سايبين الدنيا. يعني المفروض في حكومه وفي ناس بتتابع الكلام ده، فين الكلام ده؟ ولم تكن شكوى المستهلكين من ذلك فقط، بل ان الانتقادات طالت ايضا طريقه عرض السلع ببعض المجمعات بما يضر بها وبجودتها، فضلا عن طريقه المعامله التي يلقونها. لا، الموظف اللي في شارع احمد في شبرا مثلا او في اوض الفرج او في الباب او في الوراق قاعد ومش فارقه معاه. انا شايف ان في مشكله كمان في طريقه العرض والتقديم والقائمين على العرض نفسه. يعني انت بتخش ممكن تلاقي واحد قاعد بيعرض حاجه بتساله بيرد عليك ردود مقتضبه جدا،
ومع الوعود الحكومية التي لا تنتهي، يبقى المواطن أمام خيارين أحدهما مر بالاعتماد على سلع المجمعات الاستهلاكية رغم تحفظاته عليها، والآخر الاكتواء بنار الأسعار. هشام الرباط، هنا العاصمة. ضيوفي في هذه الفقرة، أنا سعيدة قوي أن أنا بستضيفهم. أنا قابلتهم من أسبوع تقريبا أو 10 أيام في اجتماع كان فيه سيد رئيس الوزراء، وكانوا موجودين في الجمعية البريطانية للأعمال، وتعرفت عليهم لأول مرة. وقررت ان احنا الحقيقه يعني مقصرين جدا في حق فئات كثيره من الشعب، احنا ما بنديهمش اهتمام وما بنديهمش اضاءه، وهم الحقيقه ابطال. ابطال اولا لانهم بيتحدوا الظروف، بيتحدوا امور كثيره جدا، واحنا في بلد ما بتساعدش حد الحقيقه يعني. فامال بقى الناس لما يكون عندها مشاكل وتقدر انها تتحداها ويقدروا ان هم ياخدوا ميداليات ويكونوا ابطال العالم في تحدي الاعاقه. اسمحوا لي ان ارحب بالابطال الحقيقه في الاولمبياد الخاص، وحسم يعني هطلب من الاستاذه المهندسه امل مبدا المدير الوطني للاولمبياد الخاص المصري انها تقدم لي الشباب. اولا برحب بيكي، وانا سعيده ان حضرتك جبت لنا الابطال سواء شباب كبار شويه او شباب صغيرين عشان نتعرف عليهم ونشوف اخبارهم ايه. يا ريت تعرفيني عليهم. احنا معانا النهارده 3 من ابطالنا، معانا سامح نبيل. نبيل سامح بطل مصر في البولينج وبيلعب كمان سباحة، ومسافر يمثل مصر في البطولة الإقليمية اللي هتقام في عمان الشهر الجاي ده إن شاء الله. الشهر ده مسافرين يوم 20. رحمة خالد هي ممثلة مصر المؤتمر الشباب في لبنان 2013، كوريا 2013، وبطلة البطولة الإقليمية في السباحة والتنس الارضي في سوريا 2009 صح. والسنه دي برضو هي بطله الجمهوريه تنس، ومسافره برضو معانا عمان في البطوله الاقليميه عشان هي واخده اول جمهوريه في عندها 17 سنه وعندها 17 سنه وعندها بتدرس اخر سنه في دبلوم السياحه وفنادق للاسواق زيها زي ولادنا التنين. لا طيب، وبعدين عندنا ابراهيم. ابراهيم عنده 18 سنه. ابراهيم الخولي. ابراهيم 18 سنة، بطل برضو مصر في التنس الارضي، وبيلعب سباحة وبيلعب تنس طاولة صح كده. والمفروض ان احنا مسافرين برضو معانا عمان تنس ارضي هيمثل مصر في البطولة الاقليمية. فدول 3 من البعثة اللي قوامها 20 هيمثلوا مصر في عمان من يوم 20 ليوم 26. ودي ميداليات رحمة اللي قدامنا، دي ميداليات الجميلة رحمة اللي خدتها في خدتيها في ايه يا رحمة؟ خدتها في السباحة سوريا. سباحة؟ لا كل ده الحاجات الكتير. كل ده بقى ايه؟ لا اللي هناك دول في سوريا. كنت واخدة 2 ذهب، واحدة في فراشة حرة، والتانية في 400 حرة. برافو عليكي. والبرونز دي كنت واخداها في 400 فراشة. ده انت عويمة بقى. سباحة 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 جامدة يعني. وكنت واخدة في 2009 و2010 و2012 في دي بطولة جمهورية في السباحة. حبيبتي ما شاء الله. وتنس أرضي. ما شاء الله عليكي. قولي لي يعني إيه أولمبياد خاص؟ إحنا دايماً كنا بنسمع عن البارا أولمبيكس اللي هو بقى اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصة جسمانياً حركياً. دلوقتي إحنا بنتكلم على ذوي الاحتياجات الخاصة ذهنياً. قولي لي إيه هو الأولمبيكس؟ سبيشال أولمبيكس هي جهة موجودة في العالم كله، اتوجدت في الستينات عن طريق يون شرايفر كينيدي أخت جون كينيدي. كان ليهم أخت ثالثة معاقة فكرياً، فابتدى المشروع يبتدي معاها. لقت إن الرياضة بتغير حياه اللاعبين زي ما حضرتك شايفه. احنا عندنا 2 لاعبين يعني دول انا يمكن فخوره جدا هم جم بالصدفه النهارده، رحمه وابراهيم وطبعا سامح معانا. ان هم ثانيه ثانوي، رحمه دبلوم سياحه وفنادق هتكمل جامعه، عندنا من سبيشال اولمبيكس بيكملوا جامعه. وسامح كمان بيشتغل مش كده؟ سامح بيشتغل. بتشتغل فين يا سامح؟ بشتغل في مول العرب. في مول العرب. برافو عليك برافو عليك. فهي الرياضه وعن طريق الدمج وعن طريق يعني عايزه اقول بس ان هو قبل ما دول يبتدوا في الام بقى
الام اللي بتثق في قدره الطفل اللي ربنا حباها بيه وما بتقعدش بقى تعيط وتصوت وتقول لا انا هبتدي معاه المشوار لغايه لما توصله الى درجه. يعني انا دلوقتي قاعده بتكلم معاهم بره بقول لهم يا جماعه انا هطلعكم سبيشال اولمبيكس. يعني رحمه كانت عامله مقاله كامله في مؤتمر الشباب في لبنان ومؤتمر الشباب في كوريا ووقفت تقولها وتتكلم عن احتياجات المعاقين ايه وايه اللي هي محتاجاه وايه اللي هي ناقصنا وهي ده اللي بتقول بمساعده طبعا الام والاب. بس هم دليل واضح على ان الولاد اولادنا لما بياخدوا الرعايه المطلوبه او اللي حقهم في الحياه بيقدروا يوصلوا لدرجه عاليه جدا جدا، مش ولا معاق ولا متخلف ولا عبيط القريه ولا الحاجات اللي احنا يعني كبرنا عليها السخيفه اللي احنا بنستخدمها او موجوده عندنا لسه في بعض المدن والقرى ويمكن كمان في العاصمه. يعني انا الحقيقه ما كنتش اعرف ان في مصر في سبيشال اولمبيكس بترعى هؤلاء الشباب وبتخلي الطاقه الرياضيه دي تطلع فيطلع منهم بطولات. دي ايه الحكومه اللي بترعاها؟ مين اللي بيرعى هؤلاء؟ لا السبيشال اولمبيكس هو جمعيه اهليه بيرقصها، احنا عندنا دلوقتي في مصر بيرقصها خالد نصير هو رئيس مجلس الاداره، مهندس هاني محمود اللي هو كان وزير الاتصالات في الحكومه اللي فاتت دلوقتي وزير التنميه الاداريه هو الرئيس التنفيذي. هي جمعيه اهليه بيهتم بيها ناس من رجال الاعمال زي مثلا الاسمين اللي انا قلتهم لحضرتك، بياخدوا الاكريديتيشن او الاعتماد الدولي من الاولمبياد الخاص اللي مقره واشنطن وبيبتدي يمارسوا الرياضه. احنا مش رياضه بس، يعني ناس كتيره فاكره سبيشال اولمبيكس هم بيلعبوا رياضه بس، يعني احنا كنا في اسكندريه لسه جايين امبارح قعدنا 8 ايام في اسكندريه كشفنا على 800 لاعب معاق، كشفنا عليهم 7 كشوفات عيون اسنان بطنه قلب. يمكن انا اول مره كنت اعرف معلومه مهمه جدا دي دكاتره القلب قالوها لي، قالوا لي ان احنا لو نسبه الاصابه بالقلب في الاسواق 1.7 1.7 نسبه الاصابه في اولادنا من ذوي الاعاقه من 30 ل 40%. فرقم طب يعني فان احنا نكتشف المرض، احنا دولنا الحقيقه بيقف كسبيشال اولمبيكس قواعد يعني ان احنا على اكتشاف المرض نقول ان في مشكله. بس قبل ده يعني ازاي الام، واكيد في امهات كثيره بيتفرجوا علينا دلوقتي، ازاي الام تجعل من اولادها زي الشباب اللي زي الورد ده؟ يعني تجي لكم ازاي؟ انتوا ترعوهم ازاي؟ تبتدي منين؟ احنا موجودين في كل محافظات مصر تقريبا، لينا مراكز تدريب، يعني احنا دلوقتي فتحنا مركز تدريب في اسكندريه، عندنا مركز تدريب في الوادي الجديد، عندنا 7 مراكز تدريب في القاهره، هنشتغل على الصعيد فيري سون. يعني احنا بس خدي بالك ان الجمعيه كلها بادئه بقى لها سنتين، وسنتين بنجري وما عندناش دعم حكومي. يمكن الشهر ده يعني انا من المنبر ده بقى بشكر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب وكابتن طاهر ابو زيد وزير الرياضه، لاول مره في تاريخ الاولمبياد الخاص وزير الشباب ووزير الرياضه يدعم العاب اقليميه تصفيات كاس العالم اللي هتقام عندنا هنا يوم 14 فبراير لاختيار المنتخب اللي هيمثل دول شمال افريقيا في كاس العالم في ماليزيا في كره القدم. وانا الحقيقه بشكرهم شكرا جزيلا وبضم صوتي لصوتك لانه ده مهم، ودلوقتي هنكلم القطاع الخاص ونطلب منه حاجات كتيره، لكن عايز اسمع بقى الشباب، عايز اسمع سامح. ابتدي بيك يا سامح، قول لي يعني بتحب البولينج انت، قول لي حبك للرياضه وعلاقتك بالرياضه ابتدت امتى وامتى قررت ان انت تلعب بطولات؟ انا بحب البولينج عشان ثقة كويسة والكابتن اداني دفعة حلوة ويعني ايه حسسني بالروح حسسني بالروح بحاجات حلوة عشان هم كويسين هنقدر يعني وبتكسب واكسب كويس. برافو عليك. وفي شغلك في مول العرب هل بتحس الناس لطيفه معاك ولا الناس ساعات تضايقك ولا ايه بالظبط؟ ما الناس بتضايقني. بتضايقك؟ ليه بقى؟ هي الناس بتضايقني. اعمل ده كذا فلو انت مثلا اتاخرت عليهم شويه سخفوا عليك مثلا ايوه بيسخفوا شويه لو عرفوا ان انت بطل يمكن ما يسخفوش. اللي انت بتشتغل معاهم عارفين ان انت بطل بولينج. بطل بولينج. وعيلتك بقى اسرتك هم كويسين؟ هم كويسين، عيلتي كويسه والحمد لله، يعني اتكلموا معايا والحمد لله يعني كويس. برافو عليك.
رحمة حبيبتي رحمة. رحمة دي من البنات اللي أنا شفتهم يوم الحفلة ويعني اديتني حضن كبير جدا ويعني قد إيه. طبعا أنا بحبك جدا حبيبتي على أحلى مستوى. ربنا يخليك. أنا بقى عايزة أشوف السباحة العظيمة دي بقى، قولي لي يا رحمة إيه أحسن حاجة، أحسن جايزة خدتيها حسيتي إن أنتِ يا رب الحمد لله؟ السباحة. السباحة، فأني أني مرة بقى عملتي سباحة وحسيتي إن أنتِ المكسب ده مكسب عظيم؟ لا بصي في السباحة لا كنت كويسة جدا في السباحة. أنتِ أول اتعلمتي السباحة وأنتِ صغيرة أوي يا رحمة؟ متهيألي وانا عندي 4 سنين كده. انا كنت بتدرب سباحه بقالي فتره، لما لقيت نفسي ان انا هقدر ابقى كويسه فاستمريت على السباحه دي. وماما هي شجعتني، هي خلتني اوصل لمرحله انا ابقى بطله، وان شاء الله هبقى بطله عالميه. برافو عليك. فطبعا احسن حاجه ليا لما سافرت سوريا. احكي لي بقى. هي الصراحة السباحة ولا أنا طبعا ملتزمة قوي بدروسي وبالرياضة، دي حاجة ما السباحة دي مش يعني دي حاجة من خصوصيات الرياضة بالنسبة لي أنا. وتنس الأرض برضه، يعني هما الاتنين زي بعض. مذاكرة يا رحمة شكلها. لا المذاكرة مزايا الرياضة، هي نظمت لي الوقت. الرياضه نظمت لك الوقت. شكلك كده بتخلعي من المذاكره. لا هخلع عليه يعني هخلع عليه، هو بيضايق يخلع. مامتك احكي لي مامتك بقى بتعمل لك ايه في البيت، بتساعدك ازاي؟ لا بتساعدني بجد. عندك اخوات؟ طبعا عندي 2، محمد ده اتخرج من صيدله، والتاني احمد هندسه. ربنا يخليهم. وهما دلوقتي في النمسا بيدرسوا بره. ما شاء الله. ماجستير. ما شاء الله. الاثنين ماجستير. الحقيقه بحيي اسر هؤلاء الابطال، لان الحقيقه بدون اسر محترمه قويه قادره انها تقدر تواجه. هي هو طبعا معلش بقى اتفضلي. طيب ماما وبابا هم شجعوني ان انا اوصل للمستوى ده، هم خلوني ان انا ابقى مركزي السباحه، ان انا ابقى بطله، ان انا في المركز ده هبقى مستوى عالي واكتر من كده. وانا بحيي لك اهلي. وانا طبعا لعيبه في سبيشال اولمبيكس يعني. طبعا يا حبيبتي دي يعني بطلة. حبيبتي يعني انا المبدع والله. ربنا يخليك. ابراهيم كمان حبيبتي. ابراهيم انت في سنه كام؟ انا دلوقتي تواجد في 3 ثانوي وبتاخد نص اجيال حلوه. انت داخل على ثانويه عامه ابراهيم. مش سهل يعني الموضوع. وبلعب تنس اخر تنس ايه؟ بينج بونج؟ لا بلعب تنس ارضي، باخد اول جمهوريه تنس ارضي. وفضل وبعد اكسب عمان هطلع في كاس العالم في لوس انجلوس. في انجلوس ونفسي ابقى بطل في حاجه، ونفسي ابقى بطل في العالم. ما انت بطل عالم. انت بطل يا حبيبي. انت بطل ما شاء الله عليك. اللي جايه بقى لوس انجلوس 2015. انا عايزك ترفع علم مصر كده وتقف تغني النشيد الوطني وانت حاسس بفخر وزهو وسعاده. مذاكره صعبه؟ لا سهله ماشيه يعني. عندي امتحان يوم 8/12 كده هنجح يعني في مترم يعني ان شاء الله. صحابك لطاف ولا مش لطاف؟ لا اصحابي لطاف. نص نص ولا كلهم لطاف؟ لا كلهم كويسين. كلهم كويسين. برافو عليك. استاذه مهندسه امل، يعني ايه اللي انتوا عايزينه؟ بصي اقول لحضرتك حاجه، النهارده اللي كان فيه الاحتفالات مصر كلها بتحتفل. النهارده طبعا يوم العالمي للاعاقه. بالظبط. 3 ديسمبر. بالظبط. فانا الحقيقه لقيت ان انا جاي لي دعوات، روحي الحفله الفلانيه وروحي المؤتمر. طب وبعدين؟ يعني بنقعد نتكلم ونقول وعايزين، وبعدين بتلاقي اغلب يعني انا كنت حاضره مؤتمر الصبح، جايب فنانين حاجة مشرفة طبعا، وده جزء من أدوار الفنان إن هو يشارك في المسؤولية الاجتماعية وكده. بس الحقيقة أنا مش شايفة إن في حاجة بتحصل في مصر إن إحنا نساعد أولادنا. طبعا في الدستور دلوقتي حضرتك عارفة المادة 61 اتحطت، الدكتور المساح الحقيقة قام بدور رائع في وضع الدستور وإقرار يعني حقوق المعاق، وإن بقت الأول كانت تكفل، دلوقتي بقت تلتزم الدولة بضمان حق المعاق من صحيا و
واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وحتى ما كانش فيه رياضيا، ضافوها في المسودة الجديدة. فإحنا محتاجين ده يتفعل على الأرض، محتاجين الولاد سواء المعاقين فكريا أو الحركيا إن هم يلاقوا دعم من الدولة. إن إحنا يعني عايز أقول لحضرتك حاجة، الولاد دول لما بيجوا، إحنا واخدين أول عالم فلور هوكي 2013، لما رجعنا لغاية دلوقتي مفيش جهة كرمت الولاد دول. يعني يمكن يعني يذكر ولا جهه كرامه الاولاد. الحقيقه الوحيد محافظ القاهره السابق دكتور اسامه كمال الوحيد اللي صرف لهم مكافاه، وكانت مكافاه هزيله جدا كومبيرد باي مكافاه بياخدها اي بطل. انتوا محتاجين ايه؟ اولا محتاجين دعم مادي طبعا عشان نعمل النشاط، تقدروا تعملوا النشاط وتدعموا هؤلاء بالظبط، خصوصا ان احنا رياضه مجانيه تماما. يعني سبيشال اولمبيكس ممنوع ان احنا نتقاضى اي قرش ساغ من اي لاعب، احنا بنتكفل بكل حاجه من اول الملعب. طب السفر والكلام ده مين بيصرف؟ احنا سبيشال اولمبيكس، زي اما من رجال الاعمال زي ما قلت لحضرتك، يا اما في شركات داعمه. احنا معانا كوكاكولا، ممكن اقول اسامي الشركات؟ معانا كوكاكولا، معانا جهينة، معانا مؤسسه مصر الخير الحقيقه طبعا. من 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 اول الناس اللي دعمه وقف المفتي يعني الحقيقه يعني مؤسسه عنه. مصر الخير يعني لولاها ما كناش عرفنا نطلع كوريا. احنا قبل ما مؤسسه مصر الخير تدخل تدعم الاولمبياد، الولاد كانوا بيتدربوا بعصيان مؤشات عشان ما كانش عندنا ادوات ان احنا نجيب الولاد، وراحوا اخذوا اول عالم. يعني مصر دي فيها حاجات غريبه جدا، اخذوا اول عالم، غلبوا اذربيجان، رشا، امريكا. لا يعني حضرتك لو كنت هناك بقى وتشوفي ولادك وهما بيعملوا كده، احنا واخدين اول عالم جري على الجليد بولد عمره في حياته ما شاف تلج، ما شافش يعني ايه ساقعه، يعني متخيله اول ما ينزل ياخد. دي كانت اول ميداليه الذهب لمصر، احنا واخدين 3 ذهب و2 برونز وواحده فضه في كوريا. فهم وفي حاجه مهمه قوي، احنا سبيشال اولمبيكس مش الهدف مننا ان احنا نفوز، رغم ان احنا الوحيدين اللي بنفوز، احنا الهدف المشاركه، الهدف ان حضرتك تشوفي رحمه وسامح وابراهيم ونشجعهم، وان الاهالي اللي بتعمل المجهود الرهيب ده تفخر بالكيان اللي معاها. طبعا لان احنا عندنا القسم بتاعنا بيقول دعني احاول فان لم استطع دعني اكون شجاعا في المحاوله. انت حافظه؟ طب قولي. انا حافظه. طب قولي يا رحمه. دعني افوز صح، انا دعني اكون شجاعا في المحاوله. برافو عليك ما شاء الله. فردوس من القاهرة، اتفضلي يا فردوس. فردوس ايوه. مساء النور، اهلا بيكي. ازي حضرتك؟ الحمد لله. اولا انا طبعا فرحانه بكل اللي بيكبيه قوي. انا كل اللي عايزاه منك ان حضرتك غير رجال الاعمال يتفتح حساب للدور اعاطى، لان اللي انت جايباه ده حدث وشر في مصر، حاجه تفتح النفس بغطر تبعد عن الهم اللي احنا فيه. صحيح. يعني يا رب يخليكي الولاد دول يفرحوا. طبعا الحزين اللي قلبه حزين يفرح من اللي شايفه. اعتقد الكلام اللي قالته فردوس ده مهم جدا، احنا محتاجين نفتح حساب. احنا اوريدي طيب. عندنا حساب. طب ممكن تقولي لي رقم الحساب؟ ثواني يا فردوس. مش حافظاه للاسف، بس احنا ممكن نجيبه في البتاع وننزله. طيب يعني ممكن نجيبه في الفاصل. ممكن نجيبه في الفاصل. احنا عالي يا شباب، انا ده بنخرج فاصل ولا ايه؟ طيب خليني اخد البعض الاتصالات الهاتفيه، وبعدين اخرج فاصل ويكون بعد الفاصل عندنا الحساب للتبرع لهؤلاء الشباب. انا بتبرع لايه؟ احنا بنتبرع لدعم يعني طاقه جديده، لتحويل شباب بطاقه جديده، ان انا ازاي اتحدى الاعاقه، ازاي ان انا اخلق من هؤلاء مواطن صالح. الشباب دول بيتحدوا حاجات كتيره يا جماعه جدا، وبوجه كلامي لكل الامهات اللي هم بيشعروا ان عندهم مشاكل يقدروا يعملوا منهم ابطال. استاذ فؤاد من الكويت اتفضل. مساء الخير. مساء النور يا فندم. والله انا بالصدفه بشوف قناه عندكم عن موضوع المعاقين. اهلا يا فندم. انا لاعب سابق في رياضه رفع الاثقال المعاقين، شلل الاعاقه شرع الحركي. اهلا وسهلا. رئيس مجلس اداره نادي المعاقين وعضو الاتحاد العربي. اهلا بيك يا فندم، ده فرصه سعيده. اتفضل. يا اهلا وسهلا. انا والله يعني بس احب اشيد الابطال، لان عاده احنا اكثر الطاقم بالوقت المصري في البطولات العالميه والاولمبيه، وحقيقه احنا استفدنا منهم كثير. وانا واحد كلاعب كره الاثقال كنت اعتز في مرافقه كثير من الابطال المعاقين المصريين. بس عندي ملاحظه للاسف اشوف في مصر، يعني انا كاحد المعاقين، في اهمال في المرافق. يعني المعاقين نوعا ما تجاوزنا هذا الموضوع في قانون وتطبيقه بحذافيره. صحيح. بس المشكله هنا الحركه، يعني انا كواحد معاق استخدم استراكشرز العكازات ولا الويل تشير، طبعا مستحيل استخدمه بمصر.
لكن علشان اقدر اتحرك هذه مشكله في بلدنا. هي محتاجه اعاده تاهيل لكي تقبل كل الناس يعني. ده أيوة انا اتمنى، وانا حاولت صراحه مع كثير من اصدقائي المصريين ان احنا نعمل شيء بموضوع الاهتمام بمرافق الدوله لتسهيلها لحركه اصحاب ذوي الاعاقه. للاسف هذه غير موجوده، فاتمنى الدوله فعلا تهتم بالمرافق لان تاثر على نفسيه المعاق عندما يطلب احد يشيله ولا يساعده. صحيح. ولا يعمل طبعا شيء. بشكرك فعلا الدوله تهتم في الموضوع هذا. ده حقيقي، وده اعتقد بقى في الدستور، واتمنى ان هو يتم تطويره في المرأة او تفعيله. بشكرك يا استاذ فؤاد. امل من اسكندريه، اتفضلي يا امل. الو. ايوه. مساء الخير يا استاذه. مساء النور. مساء الخير يا استاذه. حضرتك احنا حاجه جميله قوي الناس اللي هي مع حضرتك ديت، ويا ريت كل الناس تتقبلهم، لكن مش كل الناس بتتقبلهم. عندنا في اسكندريه بيعاملوا العيال وحش جدا جدا، ما فيش فكره بيعاملوهم ازاي، وخصوصا العيال اللي هي معاقه حركيا وعندهم دم. المدرسين بيعاملوهم باهمال فظيع، بيعاملوهم بطريقه وحشه، بيعاملوهم بيضحكوا عليهم لدرجه ان هم مسميهم، مش عايزه اقول لك الاسماء. لا 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 ما تقوليليش، لان احنا يعني هو ده دورنا في المجتمع ان احنا نوعي الناس. انا بنتي انا بتحصر عليها في المعامله اللي بيتعاملوها. لا يا حبيبتي ما تحصريش عليها، معاكي حق، معاكي حق. وبعد كده حد يعامل بنتك بطريقه ثانيه بلغي فيه. جدا يا مدام لميس للاولاد، طب احنا نعمل ايه في اولادنا؟ ولا حاجه، ان شاء الله يكونوا ابطال. لا حضرتك امل بس من اسكندريه، احنا فتحنا مركز تدريب يا استاذه امل، اتفعل امبارح مركز تدريب في نادي سموحه، انا اسفه مش في نادي سموحه، في مركز تدريب مركز شباب سموحه. المركز هيعمل تدريب مرتين في الاسبوع، ممكن حضرتك تاخدي بنتك لو هي معاقه فكريا. انا ما عرفتش هي معاقه فكريا ولا حركيه. لو هي معاقه فكريا حركيه، عندها اعاقه حركيه، حركيه بس ولا حركيه مرتبطه باعاقه فكريه؟ لا هي عندها عصا حركيه في الجانب اليمين، مش بتقدر تنزل ولا تطلع، بس هي كويسه، هي بتتكلم كويس، بتفهم، تلعب على الكمبيوتر. طب خليها تجيلكوا في المركز ونشوف. لو هي فيها اي نوع من الاعاقه الذهنيه او تاخر او مشكله في التخاطب او كده، تشرفنا في المركز، وهم برضو حتى يعملوا لها هناك الاختبار المناسب، وتبتدي تتدرب مرتين ثلاثه في الاسبوع. انا عايزه من برنامجكم لو سمحتوا تقولوا للناس اللي بيعاملوهم معامله وحشه، دول اطفال عايزين معاملة كويسة، رعاية، المدرسين يحنوا عليهم. ده أصول الدين، ده أصول الأدب والدين. حاضر يا أمل، حاضر. جيهان من القاهرة، اتفضلي يا جيهان. جيهان؟ ألو؟ أيوة يا جيهان اتفضلي. طيب عاملة إيه؟ الحمد لله، الحمد لله. أنا بس كنت عايزة أعرف، كنت عايزة أسأل سؤال. أنا ملاحظة كل اللي بيجوا دوت، إيه نصيب الأوتيزم في القصة دي؟ الأوتيزم؟ لا مش كل اللي بيجوا داون، يعني انا لو حضرتك شفتي ثلاثه الموجودين، اثنين داون وسامح مش داون. الاوتيزم هو برضو بيقع تحت مظله الاولمبياد الخاص، واحنا عندنا لاعبين كتير جدا اوتيزم. مكان حضرتك فين تقدري تتصلي بالاولمبياد الخاص؟ عندنا دلوقتي اكتر من 12 مركز تدريب. طب نزلي الارقام التليفونات. طيب حاضر. وفي في صفحه في صفحه قبل كده بتاخدوا الجاهزين فقط. لا ده مش حقيقي. طيب ممكن الصفحه تقولي على الصفحه؟ في صفحه على الفيسبوك سبيشال اولمبيكس ايجيبت، حضرتك هتلاقي حتى عليها رقم موبايلي، وهتلاقي رقم المكتب، رقم الفاكس، بكل الارقام. بالعكس انا مش باخد الجاهزين، انا زي اي شركه كل ما عدد الافراد اللي بيتعاملوا او الزباين، خليني اقول الكاستمرز، بيتعاملوا مع الشركه دي، انا باسم مقدار نجاحي. فانا بالعكس انا بدل ما اوصل ل 50,000 السنه دي عاوز اوصل 100,000. طيب. وما يفرقش معايا جاهز ولا مش جاهز، لان زي ما انا قلت انا مش محتاجه اجيب الميداليه. طب احنا محتاجين بس منك حاجتين، النمر واسم الصفحه لازم يكون معانا، والرقم الحساب طبعا. منى، وده اخر تليفون، اتفضلي يا منى. خير، اهلا بيكي، مساء النور. من فضلك انا بس عايزه كنت اعرف اي عنوان مركز بالنسبه للاوتيزم. أيوه. انا عالجت محمد ابني 11 سنة هو عنده، ومن أول يوم عنده نقص أكسجين، فحاولت إن أنا أعدي. نعم؟ حاضر. طيب أوتيزم برضو ده عنده؟ لا هي بتسأل على علاج. أنا عايز علاج. لا علاج، لا لازم نسأل دكاترة الحقيقة. ما عنديش المعلومة دي. أوديه فين؟ ده لازم نعمل حلقة على الأوتيزم. أمل أنا آسفة أنا ما عنديش المعلومة دي، أو منى أنا آسفة أنا ما عنديش المعلومة دي، لازم أسأل فيها. أنا بشكركم. كلامي للمشاهدين إنه أولاً هنضع الرقم التبرع، هؤلاء الشباب محتاجين دعم. المصريين اللي فيهم نسب إعاقة ذهنية 3 مليون
3 مليون مصري معاك فكري، 3 مليون مصري دول محتاجين مساعدتنا، محتاجين مساعدتنا مش بهدف شفقة، لا بهدف الدعم، لأن ده ممكن يبقى ابن أي حد فينا، ده حقه، حقه في الحياة. لو كانت الدولة مش قادرة تعمل حاجات كتيرة لناس كتير، احنا نقدر نعمل حاجات كتيرة لناس كتير، ده دورنا. الشباب دول زي الورد، دول اللي نقدر نباهي بها لو احنا مش قادرين، يعني عندنا مشاكل كتيرة. بتحلم بإيه يا سامح؟ نفسك في إيه؟ نفسي في الدنيا كلها. رحمة، أيوة، نفسك في إيه؟ أنا بحلم إن أنا أمثل. تمثلي؟ والله فكرة يا رحمة، إيه رأيك؟ لا أنا أمثل بجد. وفي حاجة كمان برضو، أنا نفسي أعيش في الدنيا زي أي حد مصري. أنا ماليش، أنا مش أي حد بيموت، أنا مصرية لازم أعيش في الحياة زي أي حد في الكون. أضحك. إبراهيم نفسك فيه؟ أنا نفسي تبقى في العالم. أنت نفسك في إيه؟ تعمل إيه؟ تشتغل إيه؟ نفسي أشتغل مهندس. مهندس؟ إن شاء الله. إن شاء الله. في بس حاجة عايزة، رسالة كده عايزة أوجهها قبل ما تعيطي. لا أنا مش عايط، أنا فرحانة بيهم، عيط ليه؟ عندنا تصفيات كأس العالم لكرة القدم لدول شمال أفريقيا يوم 14 فبراير. إحنا الحقيقة عاملينها بمناسبة مرور 5 سنوات على وفاة السيدة ماجدة موسى اللي هي دخلت الأولمبياد الخاص المصري مصر. وهتبقى الدورة باسمها بإذن الله. أنا من هنا بقول لكل واحد، احنا عندنا هنعملها في قريه الاولمبيه في الدفاع الجوي. انا عايزه الملعب يتملي، عندنا 38 الف كرسي، زي ما بتروحوا للاسوياء اللي الحقيقه مصر ما حالفهاش الحظ وما راحتش كاس العالم، احنا الستيل عندنا فرصه نروح كاس العالم باولادنا دول. فزي ما رحتوا للاسوياء تعالوا لنا يوم 14 فبراير، هنبتدي نعلن. مستعدين؟ ومصر كلها لازم تستعد. انا هلملك الدنيا ما تخافيش. انا محتاجه الم الدنيا. فكريني بالظبط. احنا محتاجين يوم 14 فبراير نلاقي الملعب زي ما هو موجود للاسوياء، نقول ان احنا كمان في ظهر ولادنا دول. والفريق اللي هيفوز عايز اقول لكم من شمال افريقيا يا رب تكون مصر، يبقى ساعتها مصر موجوده في كاس العالم بولادها برده سواء هم معاقين او اسوياء، يعني برده علم مصر بيترفع. فأتمنى من كل واحد سمعني أنه يشارك معايا في الحدث الإقليمي ده اللي هيؤهل منه الفريق لكأس العالم. إن شاء الله يعني أشترك معاك. أنا عارفة أن أنت هتشترك معايا طبعا. بشكرك يا سامح، بشكرك يا رحمة، بشكرك يا إبراهيم، بشكركم أن أنتوا ادتوني طاقة أمل لبكرة، ادوهم حقهم في الحياة، من حقهم أنهم يعيشوا، من حقهم أنهم يعيشوا بشكل أحسن. نخرج فاصل ناخد دكتور عمر الشبكي. اهلا بكم من جديد. الحقيقه ان الشباب اللي كانوا موجودين معانا في الفقره الماضيه واحنا بنتكلم دلوقتي عن الدستور افتكرهم، والاول مره في دستور مصري يتذكر دور الدولة في الاهتمام بفئات ما كانتش عندنا على الخريطة. يعني كنا مهتمين بالعمال والفلاحين وهذا حقهم، كنا مهتمين بعناصر أخرى كثيرة من الناس، لكن نسينا ناس كثيرة جدا هم أولادنا وهم موجودين معنا. 3 مليون مواطن مصري من ذوي الإعاقة الذهنية، وفي غيرهم ملايين آخرين من ذوي الإعاقة الحركية. النهاردة هذه الفقرة عن الدستور هنسمع من الدكتور عمرو الشبكي، أحد أبرز يعني المجاهدين في لجنة الخمسين، لأن أنا بعتبرهم الحقيقة كلهم مجاهدين. ماذا يقول عن هذا الدستور؟ ايه اللي عاجبه فيه؟ وايه اللي ممكن يكون مختلف معاه؟ يا جماعه ما فيش حاجه وثيقه ربانيه احنا شايفينها مقدسه يجب ان نقبلها كما هي، في حاجات ممكن احنا كمان ما نكونش موافقين عليها، لكن في مجمل الامور هذا ما نريد ان نعرفه، ايه اللي معجبنا وايه اللي مش عاجبنا. دكتور شبكي بشكرك اولا انك جيت لنا، وبشكرك ايضا على مجهود انا عارفه قد ايه مجهود قوي للتفاوض والعمل ولاعاده الصياغه وطرح الصياغات وفي وقت صعب قوي. في وقت صعب طبعا بالتاكيد، وده بالتاكيد برضو انعكس على يعني اداء اللجنه في بعض المراحل. يعني خلي بالك انه احنا لو جينا يوم تشكيل لجنه الخمسين
وبصينا كده في السي في بتاع كل واحد كنا هنقول ان دول مستحيل يتفقوا. طبعا الخلفيات الفكريه مش بس المختلفه، في بعض الاحيان المتناقضه، ودي رساله مهمه للمجتمع المصري انا رايي ان احنا محتاجينها. يعني هذه الخلفيات الفكريه المتباينه وفي بعض الاحيان المتناقضه اللي بقى لنا 3 سنين الناس ما عرفتش تتوافق على حاجه، ولو توافقت على حاجه بتتراجع فيها، قدروا في الاخر يعملوا وثيقه دستوريه يعني راضيين عنها بنسبه كبيره رغم هذه التناقضات ورغم هذا الجدل ورغم احيانا الحده الشديده في التعامل مع الاراء اللي موجوده داخل اللجنه، لكن في النهايه قدرنا نتوافق على هذا المنتج. وانا بتصور ان ده شيء ايجابي جدا ورساله للمجتمع المصري وللشعب المصري ككل انه ما نتخضش من الخلافات. أيوة. ما نتخضش من التباينات الموجوده، ان احنا في لحظه هنتوافق لو في ذهننا فكره المصلحه العامه ومصلحه البلد حاضره في الذهن، فدي مساله في غايه الاهميه. كدرس سياسه بقى، يعني انت شفت انه ازاي واحد ممكن يتنازل عن حاجه ويرضى بحاجه وينزل ويتنازل عن جزء من مطالبه او يبتدي بالمطالب العاليه قوي بقى ينزل شويه، شفت ده وسط كل الاطياف اللي كانت موجوده؟ طبعا، يعني هو مش بس الاطياف السياسيه ومؤسسات الدوله والسلطات الدوله، النقاش سواء مع السلطه القضائيه مع الجيش مع ممثل الشرطه مع ممثلي الاحزاب والاتجاهات السياسيه مع الجمعيات ممثلي اتحاد الغرف التجاريه مع ممثلي العمال والفلاحين، فكره المفاوضه، وهدي الحقيقه حاجه تحسب لمهاره عمرو موسى رئيس، يعني القدره على انك انت توصلي في بعض الاحيان لصياغات توافقيه مش تلفيقيه، ودي حاجه مهمه. توافقيه مش تلفيقيه، يعني مش ان احنا حلاف، لا، ان انا وانا بوافق على النص ده بشعر ان مبادئي الاساسيه لم اتخلى عنها، يعني وبالتالي انا توافقت في بعض الاشياء. واكتر من مرة انا كنت مشارك في حوارات كان فيها ممثلي الازهر والكنيسة وحزب النور، ويعني كنا كل شوية بنسمع عن انسحابات مفروض يقطعوا بعض بقى، وكنا بنوصل لنتيجة. وهنا كان ليه دور الحقيقة مهم جدا في فهم ميكانيزمات انه ازاي التفاوض ده يتم وازاي نقدر ننجح وفكرة المهمة كمان، دي كانت حاجة في داخلنا كلنا ان انا قدام مهمة لازم انجزها رغم كل التحديات اللي كانت بتواجهنا. راضي عن هذه الوثيقة بنسبة قد ايه؟ بنسبة 8/10 مثلا. ودي نسبة عالية، ما كنتش متخيلة انك يعني هتقول الرقم ده. يعني 80% قلت من 80 ل 80%، بس انا اعتقد دلوقتي اقرب ان انا اقول 80% راضي عنها بنسبة 80%. لما شفت الشباب وكنت قاعد في الاستراحة بتتفرج عليهم هذا التحدي العظيم للإعاقة اللي يكونوا ابطال، حسيت بفخر انك افتكرتهم او ان انتوا افتكرتوهم وكانوا ممثلين داخل هذا؟ يعني بفخر من وفخر بيهم كمان الحقيقة، يعني والمادة 81 واضحة، واداء الدكتور حسام معانا في اللجنة كان أداء متميز جدا، وهم كمان بيمثلوا ده فكرة التحدي، يعني دي حاجات المجتمع عايزها ان انا رغم الظروف والإعاقة انا كمان اقدر احقق بطولات. والمؤسف انه لازال في بعض يعني السلبيات في طريقة تعامل المجتمع بتاعنا، وشفنا يمكن ده من مداخلة تليفونية دلوقتي. فاعتقد انه ده شيء عظيم ودي بداية محترمة انه الدستور مش بس بيعبر عن الفئات الاقوى، يعني احنا في بعض الاحيان يمكن اول ما ابتدينا شغلنا جوه اللجنة كل فئة ليها سطوة موجودة، انا لدرجة كتبت اسمي موجود، اختصاصاتي لازم تبقى من الالف للي، لا، الناس برضو اهتمت بالفئات الأضعف بالفئات الأكثر تهميشا، وكنا حريصين انهم يبقوا موجودين، وغيرنا في حاجات وقدرنا يعني بقدر الإمكان نوقف حاجات ونعدل حاجات. والمادة 81 واحدة من المواد اللي هي منحازة للفئات اللي هم محتاجين رعاية بنص دستوري واضح بيلزم الدولة انها لابد انها تلبي احتياجاتهم. ايه أصعب مادة حصل عليها نقاش حاسم؟ يعني نقاش مش حاسم، نقاش فظيع قطعنا بعض فيه. يعني اكتر من مادة في مواد الهوية، يعني مثلا محاولة ادخال المادة 219 بصياغات مختلفة، دي خدت وقت طويل جدا من النقاش. مواد الهوية ايضا بعض الجوانب اللي ليها علاقة بفلسفة النظام الرئاسي، انه في ممثلين للاحزاب السياسية كانوا مع النظام المختلط الاقرب للبرلماني، فاحنا دخلنا في نقاشات طويلة جدا لحد ما استقرينا في الاخر على النظام شبه الرئاسي.
مادة أيضا المواد الخاصة بالقوات المسلحة كان فيها توافق باستثناء المادة المحاكمات العسكرية وفكرة تعيين المجلس الأعلى لوزير الدفاع لمدتين رئاسيتين، خدت يعني أيضا جزء من النقاش لأنها كان مطروح أنها تبقى في النص الدستور، وإحنا يعني شفنا أنها تبقى موجودة في أحكام انتقالية. أنا رأيي في النهاية ربما تكون مواد الهوية من أكتر المواد اللي خدت نقاش داخل لجنة الخمسين واللي كان فيها خلافات عميقة، وكان في أكتر من لحظة كنا قدام يعني تلويح بالانسحاب بعدم المشاركة أو بتجميد الحضور الجلسة، اتكررت أكتر من مرة. إيه اللي بيعجبك في هذا الدستور؟ يعني ماذا تعتقد أنه إيجابي جدا؟ قبل ما أسألك على اللي أنت مختلف معاه أو كنت تفضل أن يكون بشكل أفضل، إيه يعني ما هذا الدستور ماذا يقدم للمواطن المصري؟ أنا رأيي فيه حاجتين رئيسيتين يعني مهم جدا أن احنا نبقى واعيين ليهم، هي جرأة هذا الدستور في أنه يتخذ يعني أو يأخذ مواقف، رغم أنه الدستور المفروض ما بياخدش مواقف، لكن خدنا في قضية إلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين، لأنه قد إيه إحنا بنحترم العمال والفلاحين، وقد إيه أنا مثلا عددت عشرات المرات سواء في الجلسة العامة أو في اللجنة اللي كنت بشرف أن أنا مقررها لجنة نظام الحكم، أنه يا جماعة دي وسيلة، 50% عمال وفلاحين هذه وسيلة لتحقيق هدف هو تمكين العمال والفلاحين. وفي كل بلاد الكرة الأرضية من أول بوليفيا لبوروندي لأي بلد تعجبك في العالم كله لا توجد فيها الآن نسبة 50% عمال وفلاحين إلا مصر، لم يجرؤ أحد قبلنا إن هو يلغيها، يغير في الصياغات بشكل مراوغ، يخلي كل الناس ممكن تبقى عمال وفلاحين فيبهتها زي ما حصل في الدستور اللي قبل كده، نحطها في نص انتقالي. إحنا كان عندنا الجرأة أن نقول ابحثوا عن وسيلة أخرى منها حزب عمالي، وبالتالي لم يعد محظورا انه يبقى فيه حزب فئوي، انه ممنوع يبقى فيه حزب فئوي، من حق العمال انهم يأسسوا حزب يعبر عن مصالحهم، وايضا الاتحادات العمالية المستقلة اللي اديناها حقوق بحيث انها يعني تبقى موجودة وتشارك في الحياة العامة بشكل مؤثر. فده انا رايي ده بيدل انه احنا ما دخلناش في حسابات، يعني ما عنديش حسبه الحق الاحسن اصل دول ممكن ما يصوتوش ومين مع ومين ضد، لا احنا قلنا انه هناخد القرار الصح طالما هو قرار صح، واحنا داخليا مش ضد العمال والفلاحين، عايزين كلنا ندور على وسيله جديده تحقق مصالح العمال والفلاحين. وضربت مثل اكتر من مره بالرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا اللي وصل وبقى رئيس جمهوريه وعامل، هو ابن اتحادات العمال المستقلة وحزب العمال وليس نسبة 50% عمال فلاحين، عشان كده وصل وحقق الإصلاحات الكبيرة اللي في فأنا رأيي إلغاء مجلس الشورى، وهنا دي حاجة برضو كمان تحسب للسيد عمرو موسى أنه هو كان من المدافعين عن بقائه، ولكن لم يدافع عن وجهة نظره وليم يمارس أي توجيه أو ضغوط على أعضاء اللجنة في اتجاه التصويت في صالح مجلس الشورى، وأنا ما كنتش مع بقاء مجلس الشورى، وفي الصيغ الرمادية دي أنا رأيي تفقد أي دستور معناه، ودي مشكلتي كانت أساسا مع دستور 2012. إحنا قلنا لا، أنه في الآخر أنا عايز الشعب المصري يثق في الأصل اللي هو يبقى عندي برلمان منتخب يثق فيه ورئيس جمهورية منتخب يثق فيه، وبعد كده يقرروا الاثنين يرجعوا مجلس الشيوخ ولا لا. لكن دلوقتي في ظل حالة عدم الثقة دي ويبان انه موائمة وطرديات وأصله في أعضاء في اللجنة عايزين يبقوا في مجلس الشورى وما إلى ذلك، خدنا كمان القرار الـ بدون أي موائمات في مسألة نسبة 50% عمال وفلاحين وأيضا في موضوع مجلس الشيوخ. ضيفي على ده في جرأة في 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 فيما يتعلق بالحريات، فيما يتعلق بحقوق المرأة، فيما يتعلق بفلسفة النظام السياسي، فيما يتعلق أيضا بباب الهوية، إن إزاي إحنا فخورين بالمادة الثانية وبنعتز بيها مسلمين ومسيحيين، لكن ما عنديش استعداد إن أنا أعمل موائمة مع مادة أنا من وجهة نظري مادة طائفية زي المادة 219، فخدنا الموقف الصح وتمسكنا بمبادئ الشريعة الإسلامية زي ما هي المصدر الرئيسي للتشريع، زي ما في توافق من كل أطراف. هل الدباجة أعادت مرة أخرى الموضوع من الباب الخلفي؟ لا، ده ثلاث كلمات، أنا ممكن أقول لك الدباجات اللي كانت قبل كده كان مطروح فيها إيه، لكن إحنا قلنا ثلاث كلمات بتتكلم على حكم المحكمة الدستورية العليا، مش حكم ولاية فقيه، ده محكمة مدنية بتؤكد تفسير، لكن مجموعة أحكام المدنية، مجموعة أحكام صحيح،
لكن انا رايي يمكن هو ده الجزء اللي بقول لك انه ده هو التوافق دون ان يخل بالمبدا الاساسي من وجهه نظري. طالما المحكمه مجموع احكام وافق عليها ممثل الازهر وافق عليها ممثل الكنيسه، هي محكمه مدنيه فسرت والتفسير مدني الحقيقه، ولدرجه انه ممثل الكنيسه كانوش عندهم مانع انهم يحطوا الخمس ست سطور اللي لكن في دباجه يعني المساله كانت هتبقى طويله جدا وهي اوريدي في بعض الناس بيعتبروها طويله. متوقع الدباجة. موقف النور ايه؟ لانه لم يحسم موقفه حتى هذه اللحظه، ما قالش ان كان سيصوت بنعم ام سيدعو انصاره للتصويت بلا. انا اتمنى انه يصوت بنعم وانا رايي لازم يبقى في حرص على انه يبقى المشهد السياسي في مصر والمسار السياسي الحالي ما فيهوش بس المتفقين معاه، لابد انه يبقى فيه طبعاً. المعارضين والمؤيدين، هي ان احنا كل جميعا بنحرص جميعا، وانه يبقى فيه وحزب النور الحقيقه بالنسبه لقواعده وبالنسبه لفهمه الايديولوجي وايا كان يعني الخلاف الفكري معاه، انما كان واضح ليس حزبا مراوغا ودافع عن وجهه نظره بشرف، وقدرنا نوصل معاه لهذا التوافق، وحتى لو هو مختلف معاه فده ينطبق عليه راينا احنا كلنا، انه الناس قد تختلف على مادتين على ثلاثه على خمسه، لكن الدستور فيه 244 ماده، وبالتالي احنا 247 ماده، وبالتالي احنا بنقيمه كمنتج نهائي. انا اتمنى انه يصوت بنعم. النظام الشبه الرئاسي اللي وصلنا اليه بصراحه، هل هو نظام ينتقص من سلطات الرئيس؟ يعني اعتقد كلمه التشاور اتشالت، يعني اصبح ان الرئيس يختار رئيس الوزراء في المرحله الاولى، ثم بعد ذلك اذا لم ياخذ تصديقا او اغلبيه من مجلس البرلمان. من البرلمان يصبح الامر يعود للاكثريه. هل انا هنا بنزع اشياء من سلطه الرئيس، بخلي رئيس اضعف شويه، ولا انت في رايك؟ لا انا في رايي هو مش اضعف، هو الفكره ان احنا حتى في التعديلات اللي حصلت على الدستور في 2007 اصبح رئيس الوزراء بيعين بموافقة البرلمان، وفي الدستور الفرنسي يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء، لكن لازم يبقى فيه موافقة من أغلبية أعضاء البرلمان، لكن في النهاية رئيس الجمهورية اللي من حقه يكلفه سواء واحد من الأغلبية البرلمانية أو من يراه مناسب، ولا بده في هذه الحالة أنه يبقى فيه موافقة للبرلمان. احنا عايزين البعض تصور خطأ أنه احنا عشان نبني نظام ديمقراطي في مصر كان كنا دايما بنسمع الكلمة دي، تقليص صلاحيات رئيس جمهورية تخليص وكأنه هو ده. أنا رأيي أنك لو أنهيتي صلاحيات رئيس الجمهورية يبقى في الحالة دي أنت بتأسسي لنظام فاشل، نظام لا أحد يقرر فيه، وبالذات إذا كان رئيس الوزراء ما عندوش صلاحيات. أنا عايز أقلص رئيس أنهي صلاحيات رئيس الجمهورية يبقى أبقى متسق مع نفسي واتنقل لفلسفة نظام آخر اسمه النظام البرلماني اللي فيه رئيس الوزراء بينتخب من البرلمان. لكن أنا كنت بقول دايما لا توجد بلد في الكرة الأرضية ينتخب فيها رئيس الجمهورية من الشعب انتخاب حر مباشر وبعد كده تقولوا له انت ما عندكش صلاحيات. لو هنجيبه من البرلمان افهمها انه يبقى ممكن صلاحياته بروتوكولية وزي ما موجود في بلاد كتير في النظم المختلطة، لكن طالما منتخب من الشعب يبقى احنا قدام نظام رئاسي كامل او شبه رئاسي. الفرق بين الاثنين في وجود رئيس الوزارة. النظام الرئاسي الكامل لا يوجد به رئيس وزارة زي الولايات المتحدة. الرئيس ونائبه بينتخبوا بشكل مباشر وعندنا بالظبط سكرتيرز، حتى التعبير ده كنا هو سكرتير الرئيس لأنه هو رأس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية والكونجرس أو البرلمان بيراقب. إحنا في النظم شبه الرئاسية في دور لرئيس الوزارة بلا شك في إدارة السياسة الداخلية، لكن ملفات السياسة الخارجية والأمن والدفاع وأيضا رأس السلطة التنفيذية اللي عنده أغلب الصلاحيات هو بالتأكيد رئيس الجمهورية في هذا النظام. في المادة الانتقالية التي عدلت اللي هي كان لها علاقة بتعديل خارطة الطريق، هل احنا بنتكلم هنا على فتح الباب مرة أخرى لفكرة أن ممكن يكون الرئاسة الأول أو الرئاسة والبرلمان معا؟ إيه وجهة نظر حضرتك في هذا الأمر؟ أنا في رأيي أنها فتحت فعلا الباب لكنها لم تنحاز لأي من السيناريوهات، وتركنا الأمر لتوافق القوى السياسية، توافق حالة المجتمع كمان، لأنه في تيار واسع موجود داخل المجتمع المصري بيقول والله إحنا عايزين انتخابات الرئاسة الأول عشان عايزين فكرة الرئيس ونظبط البلد وحالة الانفلات وما إلى ذلك. دي وجهة نظر، إن كان أنا وجهة نظر إنه البرلمان يتعمل الأول إلا لو استدعت الظروف بعد كده تغيير نتيجة الحالة الأمنية أو الظرف السياسي أو ما إلى ذلك. لكن في كل الأحوال مش عايز أنا كلجنة الخمسين أفرض على المجتمع وأفرض على القوى السياسية وعلى الحكم الانتقالي
الحالي سيناريو قد لا نراه مناسب بعد 3 اشهر. فهي فتحت الباب ولم تنحاز لاي وده قرار لازم يتاخد امتى يا دكتور في رايك؟ انا رايي بعد الاستفتاء. بعد الاستفتاء نشوف مستقبل الحكومه ايه، نشوف مستقبل حتى النظام السياسي ايه، هنبتدي بالبرلمان ولا الرئاسه ولا الاثنين مع بعض. انا رايي بقى ايضا للنظام الانتخابي فتحتوه لانه فتحناه رغم ان انا بقى اللي كنت مع يعني بشكل كامل مع الاقتراح الاولاني اللي هو التلتين والتلت وخد اغلبيه في التصويت، بس اغلبيه غير كافيه، خد 27 صوت في مقابل 13. لكن انا كنت عارف انه في طبعا بعض الزملاء كان رايهم انه ده هيخلي الناس اللي هم مع 100% فردي يقولوا ما يبقوش يعني متحمسين للدستور، والناس اللي مع القوائم وهكذا. هي فلسفة التلتين والتلت وكان ممكن تبقى ربع برضو قوائم، انه لابد الدوائر الفردي تبقى دوائر صغيرة ثم نطعمها بنظام للقوائم. وانا كاتب فيها بحث على فكرة من سنة ونص، يبقى القايمة مش قايمة دايرة، قايمة محافظة. يعني محافظة القاهرة دي هنا فيها الرسالة، يبقى فيها قايمة 15 20 على حسب عدد السكان. فهنا احنا مضطرين وبندفع الأحزاب انها تختار رؤوس هذه القوائم شخصيات عامة تقيلة ليهم رسالة سياسية ورؤية سياسية، يختارون كأننا في انتخابات رئاسة او كده. احنا محتاجين شوية سياسة تعوض فكرة النائب الفردي بس، لان لو عملنا 100% فردي زي ما ناس متصورة غلط. وانا مع انه يبقى 3/4 ماشي، ويبقى كل محافظة فيها قايمة نقدم فيها برامج ورؤى سياسية للناس. اسمح لي نخرج فاصل، بعد الفاصل هنسأل الدكتور شبكي ايه اللي مش عاجبه او ايه اللي كان يفضل ان يكتب بطريقة اخرى او ان هو كان يقدم بطريقة اخرى. مرة اخرى هذه ليست وثيقة سماوية، وعلى فكرة هذه وثيقة قابلة للتعديل. يعني ممكن يجي في مجلس الشعب وهناك قواعد للتعديل ونقول يا جماعة في مادة هنا يستحيل ضبطها او يستحيل تطبيقها او تفعيلها بالشكل الفلاني. ما نبصش على الدستور ان هو ده الوثيقه اللي ينهار اسود كده لو مش هيحصل حاجه، لا، محتاجين ان احنا نفكر بشكل اكثر عقلانيه، نشوف المزايا في هذا الدستور. ولو كان الدكتور بيقول 80% يا سيدي، لو عجبك بنسبه 60% يبقى لازم تنزل تقول له نعم، لو بقى عجبك بنسبه 40% قول له لا، لكن على الاقل شوف ايه اكتر ما يعجبك في هذا الدستور واحنا هنفضل نفسر فيه. فاصل ونرجع. يعني الان على الشاشه معانا السايت، اسم السايت للسبيشال اولمبيكس، رقم الحساب وكل ما يتعلق بهذا الامر. بدي ده لكل الناس، القطاع الخاص اللي عايز يساعد، الاهالي اللي محتاجين دعم، هؤلاء الشباب حقيقي محتاجين دعمكم لكي نعطيهم حقهم ونفسح لهم حقهم في حياة كريمة. فاصل ونرجع. دكتور شبكي، ايه اللي مش عاجبك في هذه المواد او اللي شايف ان هو لابد ان هو حتما هيتغير مع مجلس الشعب اللي جاي؟ يعني بشكل عام يعني في بعض المواد اللي فيها مشاكل في الصياغة الحقيقة، وفي بعض المواد اللي فيها تطويل زايد عن الحد، وفي بعض المواد اللي المادة مثلا الخاصة بالذمة المالية لرئيس الجمهورية، انا استخدمت التعبير ده انه كأنها بنتعامل معاه كأنه مسجل خطر. ودي حاجات لازم تبقى موجودة في القانون. يعني ما لكن انا احط نص 8-9 اسطر صعب. النص انت مفترض مبدأ انه حرامي. يعني فدي النص بتاع تكليف رئيس الجمهورية رئيس الوزارة برضو جاي في 7-8 اسطر، انه لازم مش عارف التشاور والمرة التانية كذا. شلنا التشاور ده شلنا التشاور طبعا، لا اتشالت، بس انا اقصد انه في الاخر موافقة البرلمان وفي المرة التانية يحصل كذا. انا لو اقول لك النص اللي موجود مثلا في الدستور، الماده الثامنه من الدستور الفرنسي، سطرين يعين رئيس الجمهوريه رئيس الحكومه، و دي نظريه اللي اتلسع من الشوربه ينفخ في الزبادي. طبعا. واحنا كنا على فكره طول الوقت كان في التخوفات دي موجوده، يعني التخوفات دي كانت موجوده مثلا في اقتراحات كتيره قدمتها السلطه القضائيه للجنه الـ50، انه في الاخر يعني مثلا كان في اقتراح انه يبقى في نص دستوري انه اعتبار التغيير سن التقاعد للقضاة كانه نوع من العزل، يعني نوع من بس ده نتيجه انه السنه الماضيه كان في عايزه تعزلي 3500 قاضي، اتغيرت سن التقاعد من 70 مش ل 68 مثلا، لا من 70 ل 60.
فانا اقصد انه السنه الارث السنه الماضيه كان منعكس على اتجاهات كتيره داخل لجنه الخمسين وبعض وكثير من مؤسسات الدوله. في خوف من البرلمان القادم، يا ترى مين هيجوا اللي كانوا قبل كده، خوف من الرئيس القادم، يعني المؤسسات الدوله في حاله يعني توجس، وكتير من القوى السياسيه اللي كانت موجوده في البرلمان خوف من ان احنا يعصف بينا وانه يبقى في عندنا نظام استبدادي، كله عايز يدستر حقوقه بالظبط كده داخل. فدي دي اللي هو الجزء الفئوي شويه موجود في اكتر من ماده. يعني احنا مثلا كنت عايز ابص على مشكله العداله ككل، مشكله السلطه القضائيه ككل بعيدا عن كل جهه او هيئه هي عايزه ايه واختصاصاتها ايه وهو حد يقرب منها وهكذا. ان احنا في الاخر نسينا انه طب احنا عايزين، لو عايزين نحط ماده او مادتين في اتجاه العداله الناجزه مثلا، وفي اتجاه انا مثلا اقترحت حاجه ما مشيتش في ظل ما خدتش العدد الكافي من الاصوات، انه يبقى في اكاديميه للعداله تاهل الشباب اللي بيتعينوا كوكلاء نيابه او بيتعينوا في السلك القضائي، ويبقى دوت احد معايير الموضوعيه قبل ما يتعينوا مش بعد ما يتعينوا. بتبقى حاجه كده بتتعمل كاجراء شكلي، وما خدتش اصوات كافيه، كنت عايز احطها في نص دستوري داخل الدستور. فانا رايي الجزء ده في اكتر من ماده موجود، اللي هو احيانا المطالب الفئويه، التخوفات من المستقبل، عايزين نضمن حقنا او نضمن ما نراه في مواد دستوريه. الاقتصاد بقى، وانا وقفت الحقيقه قدام مواد الاقتصاد وبرده كانت مزعجه بالنسبه لي، واحد الضرائب التصاعديه نص فيها نص داخل الدستور وده شيء غير منطقي، اتنين وضع حد ادنى للانفاق على التعليم والصحه وده شيء احيانا غير قابل للتنفيذ. يعني هو ده طبعا اقرب لسياسات حكومه او حزب سياسي، وعشان كده هتلاقي مثلا ماده الضرائب التصاعديه ما هياش الماده الاصليه اللي اتقدم بيها الدكتور مغين غنيم بداخل، وصلنا لتوافقات بحيث انه في الاخر يعني انه الماده طويله وفي الاخر بتتكلم على التهرب من الضريبه. بس انت بتحكم على الحكومه دلوقتي يعني عندها فلسفه ضريبيه ثانيه تفصيله بالظبط. يعني ده اقرب للفلسفه او رؤيه برنامج حزب سياسي تبقى موجوده في بعض حزب سياسي يساري ماشي يعني ماشي طبعا يعني في او يسار وسط خلينا نقول يعني او اشتراكي ماشي. ديمقراطي لكن الصياغات مثلا اللي زي ما بنقول في بعض الاشياء فيها تطويل، في بعض الاشياء تحس انه في مواد ممكن تبقى مرتبكه، لكن في المجمل العام احنا قدام دستور باين فيه ان هو ما فيهوش فخاخ من وجهه نظري للشعب المصري، لا يعتدي على الحريات. اللي عملوه ما عندهمش اجنده خاصه، يعني فيش اجنده سريه، اللي اجتهد كل واحد وفق طريقه تفكيره وقدر في النهايه يوصل لهذا المنتج. وبالتالي المشكلات اللي موجوده ما هياش، ما اقدرش اقول ان انا والله هذا الدستور يهدد قيمه المواطنه، او انه هذا الدستور يعني يقضي على حقوق المراه او على حقوق المراه بقى بصراحه. يعني انا عايز اقول لك ان انا طبعا المواد زي الفل. لا لا ثواني بس ما زال كل يعني بص اكيد انا مع الكوتا، يعني اكيد انا مع، ولكن يعني برضو لا احب تمييز المراه تمييزا يعني عن غيرها، تنزل تتنافس زيها زي الرجال، ولكن هذا مجتمع يعني لا يحب المراه بشكل اساسي. عملتوا ايه في قصه كوت المراه؟ انا حاسه ان في الاخر لا في تمييز ايجابي لا للمراه ولا في تمييز ايجابي ما فيش تمييز ايجابي لحد، في تشجيع تشجيع بنشجع انه المشرع بنشجع اللعبه الحلوه ان المشرع يعني بالنسبه للمراه والعمال والفلاحين في المواد الانتقاليه موجود مادتين، ودول على فكره مادتين ما عدوش في التصويت. المادتين دول ما عدوش وبعدين رجعوا لنفس ما هو ده مساله التوافق تم. انا اتمنى انه يعني انه يبقى على، انا ما عنديش مشكله انه يبقى في نسبه، الاحزاب تلتزم انها تحط نسبه، وبالذات لو عملنا نسبه قوائم في الانتخابات انه يبقى في جزء مهم لتمثيل المراه. وانا رايي انه من خلال تشجيع، يعني في بلاد كتيره النسبه الكوتا ما كانتش او التمييز الايجابي ما كانش في نسبه في البرلمان، كان للاجبار الاحزاب على ان هي تحط على قوائمها يمكن ده يجي في القانون بالظبط. طب اسمح لي بس اقطعك دقائق، معي الهاتف دكتور عماد البناني المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضه. دكتور عماد اهلا بيك يا فندم. اهلا يا استاذه لميس، واهلا استاذ عمرو الشبكي. نجاحات كبيره جدا النهارده بدستور مصر اللي بيتكلم على فئات كثيره من المادة الخاصة بالرياضة، بحييكم عليها. شكرا. والوزير طاهر أبو زيد وزير الرياضة قرر بعد سماعه للبرنامج بتاع حضرتك إنه يشهر هيئات رياضية
لأبطالنا من الأولمبياد الخاص المصري، وده بيضعهم تحت مظلة وزارة الدولة للرياضة، وزي ما احنا عارفين ان هم تابعين لوزارة التضامن الاجتماعي. طيب اشرح لي يعني دلوقتي هم الشباب دول السبيشال اولمبيكس دي ان جي او او فعلا تبع التضامن الاجتماعي، دلوقتي ان شاء الله الوزير الرياضة قرر يعمل ايه بقى بالظبط؟ هقول لحضرتك حجم القرار بسرعة جدا. نمرة واحد ان هو قرر انتساب جميع الجمعيات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين للجنة الأولمبية المصرية ويمارسوا الرياضة بتاعتهم، شأنهم شأن كل أعضاء الأندية. هايل. نمرة اتنين، الأولمبياد الخاص المصري هيبقى ليهم ولأول مرة هيئات خاصة بيهم هيقدروا يبقوا تحت مظلة وزارة الرياضة من الدعم والرعاية، ودي اقل حاجه ممكن نقدمها لهم. انا بشكرك وبشكر الوزير طاهر ابو زيد، يعني بشكركم شكرا جزيلا على هذه المبادره العظيمه. شكرا دكتور عماد البناني. انا منتظر قطاع الخاص المصري الحقيقه، وعارفه ان هو هيدعم بشكل قوي جدا هؤلاء الشباب. دكتور شبكي، عشان وقتي قرب ينتهي، متوقع امتى التصويت على الدستور او الاستفتاء؟ انا رايي في يعني في ما بين 10 ل 15 يناير، يعني في الاسبوع الثاني من شهر يناير، لانه الرئيس يعني بعد اعتماد الوثيقه بشكل رسمي هو امامه شهر، فيعني اذا قلنا ان هو امامه اسبوع لكي تعتمد بشكل رسمي، يبقى احنا بنتكلم بحد اقصى 15 يناير يكون بدانا او انتهينا من اجراءات الاستفتاء. تتوقع انه هذا الدستور يلقى يحوز على رضاء المصريين؟ انا اتمنى اتوقع اولا ده، واتمنى النسبه اللي قلتها من الرضا 80%، اتمنى انه 80% يبقى نعم، او 70%، يعني خلينا نقول انه لو هي بقت 70% ده يبقى انتصار للشعب المصري. واي حد عنده ملاحظات، يعني احنا ولا حد فينا قال انه اعظم دستور في العالم زي ما كان بيتقال قبل كده، ولازم الناس اللي هي عندها تحفظات على مواد بعينها في الدستور، وده من حقها الطبيعي، انها تصوت على الوثيقة ككل، ويبقى عندها ثقة انها قادرة انها تتغير. المجتمعات ما بتتغيرش عمرها مرة واحدة، المجتمعات بتتغير خطوة خطوة، احنا خدنا خطوة في الاتجاه الصحيح، وعلينا نفتح البلد لافاق جديدة. البلد مرت بأزمات كبيرة الفترة الماضية، وعندنا ناس توقف عملها بشكل كامل، عندنا صناعات بالكامل توقفت، صناعة السياحة، ملايين البشر وغيرها يقيسي على ده. فاحنا لازم نفكر في حال البلد ككل، ونقول ايوه في مواد احنا حتى نفسنا ممكن نبقى متحفظين على بعضها، وممكن نبقى مختلفين معاها، عندنا ثقة انه القادم البرلمان والشباب والافكار الجديدة اللي موجودة في البلد تقدر تغير وتعمل حاجة احسن. والحقيقة الرقم الاخر اللي انا مهتمية بيه هو رقم المشاركة، احنا عايزين رقم مشاركة أكبر، عايزين رقم مشاركة واسع في المجتمع المصري، مش بس رقم قبول ولكن رقم مشاركة واسع، الناس تنزل بالضبط. وده مهم جدا، يعني دي رسالة في غاية الأهمية، لأن أنا لازلت مقتنع أنه غالبية الشعب المصري مع هذا المسار الجديد، ومع أنه مصر تؤسس بشكل جديد، وأنها تبني دولة ديمقراطية مدنية حديثة، وأنه دوت مش هنعمله وإحنا قاعدين في بيوتنا، يعني محدش هيعمله وهو قاعد في البيت ويقول يا رب والله أوضاعنا تتحسن. يعني أقل حاجة أنه ناس تنزل وتشارك بكثافة أيا كان رأيها، لكن أنا عندي ثقة إن شاء الله أنه هيبقى فيه تصويت بالإيجاب. بشكرك شكرا جزيلا دكتور عمرو الشبكي حقيقي على المجهود اللي انت بذلته، وانا عارفه قد ايه مجهود كان خارق. توفيق بين الاطياف المختلفه ده صعب، لكن لازم تكتب كتاب فيها يا دكتور. انا ناوي بجد والله، يعني التجربه نفسها ازاي ما بين كذا وكذا وكذا، لكن في النهايه لو قعدنا كلنا في اوضه واحده واحنا قاعدين في وطن واحد هنقدر نعيش، هنقدر نتاقلم مع بعض، طالما ليس منا من يرفع سلاحا على شقيقه او على اخيه او على مواطنه. اللي ما يرفعش بدل ما رفعتش السلاح، تأكد ان احنا هنقعد في يوم من الايام وهنقعد على ترابيزة واحدة وهنتكلم وهنتوافق وهنختلف. احنا يا جماعة ولاد بلد واحد وولاد طين ارض واحدة، هنعيش مع بعض. تجربة الدستور اكدت ده، الشباب اللي كانوا موجودين معانا بتأكد ان عندنا ناس عندها طاقة امل لا نتخيلها. بشكر وزير الرياضة على هذه المبادرة، هنفضل نحاول نلم الناس، هنفضل نحاول نفتح ابواب لناس كتيرة ما كناش بنشوفها نتيجة الزحمة. مش المهم بس ان احنا نشوف المظاهرات، مهم نشوف ناس كتيرة اخرى احيانا بتبقى في الظل واحنا ما بنقدرش نشوفها. دكتور شبكي انا بشكرك شكرا جزيلا. بشكركم اعزائي المشاهدين، بشكركم على ان انتم معانا وبتشاركونا كمان في الاهتمام بهذه الفئات. نتقابل يوم السبت، وهذه لميس الحديد، تحييكم، تصبحوا على خير.